بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت الموقعة ليفربول مانشستر يونايتد، محمد صلاح فعلها. محمد صلاح النهاردة يتربع على عرش رقم واحد في العالم، أفضل لاعب في العالم النهاردة محمد صلاح. رونالدو خلاص خرج بأخلاقه الصعبة جدا وضرب اللعيبة النهاردة والاستفزاز اللي عمله النهاردة في المباراة. محمد صلاح النهاردة يقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد في معقله 5-0. يسجل العالمي محمد صلاح هاتريك، أول لاعب يسجل هاتريك على مسرح الأحلام في الدوري الإنجليزي. الهدف الثالث والرابع والخامس. محمد صلاح اللقطات اللي قدامكم، الصور اللي قدامكم، أول صورة رونالدو لما صلاح سجل الهدف الثالث، الصورة الثانية لما صلاح سجل الهدف الخامس. شوفوا صلاح عمل ايه في رونالدو النهارده، اذل رونالدو واذل مانشستر يونايتد لدرجه هم مش عارفين كانوا يعملوا. على فكره ليفربول النهارده كان ممكن يسجل 7 أو 8 أهداف، ولكن قرروا في لحظه كده انهم ايضا يحترموا اليونايتد لانه ايضا تاريخ كبير، عنده جمهور عريق جدا، يعني كفايه الذل اللي شافوه النهارده. 5 أهداف من اول الدقيقه الخامسه، كيتا يسجل الهدف الاولاني باسيست من صلاح. اسيست ايه؟ اللي هو بيقول له هز الشبكه. صلاح النهارده عمل كل ابداع في كره القدم. يتربع صلاح، لا تقول لي ميسي ولا رونالدو، صلاح النهارده الكره الذهبيه على موعد تذهب لمحمد صلاح ابن مصر. عايز اقول لحضراتكم صلاح دلوقتي يحتل كل وسائل الاعلام حول الكره الارضيه. ما في حد ما بيتكلم على صلاح، ما في موقع الكتروني دولي محلي عربي افريقي كله صلاح، كله صلاح. صلاح يحتل تويتر، اول واحد عالمي وتاني واحد ورابع و17 كله محمد صلاح، ما فيش حد يتحدث الا عن محمد صلاح. ودلوقتي بقت المقارنه ايه؟ محمد صلاح رونالدو، بقى رونالدو بره محمد صلاح جوه. بقى محمد صلاح اللي بيكتب تاريخ النهارده في اولد ترافورد على ملعب او مسرح الاحلام، يعني استاد مانشستر يونايتد لاول مره صلاح. وعايز اقول لحضراتكم صلاح النهارده اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل امام مانشستر في 3 ماتشات متتاليه. صلاح اكتر لاعب افريقي النهارده بيسجل اهداف في الدوري الانجليزي. صلاح بيسجل 107 اهداف النهارده، بالثلاث اهداف يسجلهم 107 بيسجل محمد صلاح. محمد صلاح اول فوز لصلاح امام رونالدو بعد ما انتقل للدوري الانجليزي. هذا هو محمد صلاح، هذا هو ابن مصر. ده اللي تقدر تقوله النهارده، حولوا مسرح الاحلام الى مسرح الكراسي، ممكن تقولها كده. محمد صلاح اللي عمله النهارده، وبالمناسبه ليفربول النهارده من احسن الماتشات اللي عملها. كلوب النهارده عمل مباراه ولا اروع، فريق محترم جدا، احسن فريق موجود النهارده محمد صلاح وابداع محمد صلاح. الماتش من اوله لاخره عايز اقول لكم، بعد ما طرد بوجبا لانه ضرب لاعب، كسر كيتا، يعني كيتا اتكسر، ضربه بوجبا ضربه متعمده اللي حضراتكم، وهذه الضربه اللي قدامك اهو، خرج اتطرد. بعدها كان باقي نص ساعه، ليفربول بيلعب لوحده، يعني عارفين الكرة الخماسية اللي هي ايه؟ ما بين لاعبي ليفربول، لانه بتوع مانشستر لعيبة مانشستر مش عارفين، خايفين يهاجموا يدخل فيهم هدف، فهم عايزين يحافظوا انهم ما يتغلبوش، يبقى الماتش وهو كارثي، حتى الخمسة كارثي. سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اعتقد بعد ساعة، بعد 2، بعد 4 هيروح. يعني هيقولوا له النهارده ادوا له الكارت الأحمر، مش الأصفر، النهارده يقولوا له مع السلامة، لا تستحق. سير أليكس اللي هو مدرب التاريخ اليونايتد كان معاه طبعا، شايف الماتش وقاعد في المدرجات وعمال يبص على سولشاير، ايه اللي بيحصل في الملعب ده؟ ايه ليفربول اللي عامله في الملعب ده؟ هو فين اليونايتد؟ هو فين اليونايتد؟ لعيبه طبعا، يعني راشفورد لما خرج طب هم هيعمل ايه؟ بقى عندهم مشكله كبيره، عندهم محمد صلاح كله، رغم النهارده بقول لحضرتك ادي سير أليكس كان بيبص، شايفين اللقطه دي، وهو طبعا شايف الملعب اتقلب، وهو قلقه كله، هو ايه اللي بيلعب، ايه اللي بيحصل في ملعبنا ده؟ ده احنا ما تعرضناش لهذه الهزيمه، ايه ليفربول اللي فيه النهارده، ايه القوه، ايه اللعيبه؟
وايه القوه بجد. ليفربول النهارده بيلعب كوره من افضل ماتشات الواحد شافها بقالي فتره طويله. طبعا ماتشاتهم كلها حلوه، ولكن النهارده تحديدا ماتش غير مسبوق. كلوب النهارده عمل ماتش رائع مع لعيبه كلهم داخلين يفوزوا من اول. بالمناسبه كان اول ثلاث دقائق قبل الجون كان اليونايتد هيسجل، ولو كان سجل كان ماتش قلب، ولكن جاءت تمريره الى محمد صلاح الى كيتا يسجل هدف الاولين واتقلب الماتش. سيطر ليفربول، مسك الماتش من اوله ليفربول. محمد صلاح مهما نتكلم عليه هو محمد صلاح ابن مصر. النهارده وهم بيعرضوا اللعيبه علم مصر منور، ودايما علم مصر منور. عندنا النهارده لاعب بنتكلم على النهارده رقم واحد على مستوى العالم. انتوا متخيلين النهارده اسم مصر بيتردد قد ايه في كل الاعلام على مستوى العالم في كل القارات؟ محمد صلاح الملك المصري، الفرعون المصري، ابن كده، هو الاعلام الدولي بيتكلم على صلاح كده النهارده. انت متخيل اسم بلدنا النهارده محمد صلاح عامل حاله ازاي حول العالم؟ شوفوا صلاح، الحكايه بتاعت محمد صلاح يصل لهذه المرحله النهارده. من اربع سنين صلاح ما كانش كده، من ثلاث سنين ما كانش كده محمد صلاح. النهارده صلاح يتفوق على رونالدو وميسي. ميسي لما راح باريس سان جيرمان فشل، رونالدو لما راح مانشستر انتهى، فهم خلاص خرجوا من برشلونه والريال انتهوا الاثنين. حتى لما راح رونالدو الدوري الايطالي ايضا ما كانش هو رونالدو، ولكن صلاح النهارده هو النجم، هو الذي يستحق الان الكره الذهبيه. في هاشتاج ترند عالمي دلوقتي طالع، محمد صلاح هو رقم واحد في العالم. محمد صلاح احسن لاعب في العالم، الافضل محمد صلاح. كله بقول لكم كل هاشتاجات كلها كوره، ما فيش سياسه، كلها رياضه، كلها ليفربول ومحمد صلاح، فيش حاجات اخرى. ده الماتش، وده محمد صلاح، وده الافضل. طبعا هو الافضل في العالم، ما فيش جدال. رونالدو كان لابد ان يتم طرده. رونالدو ضرب ارنولد ضرب متعمد، ولكن الحكم تعاطف مع رونالدو، ما عرفش ليه تعاطف معاه، ضربه بالكور، ضربه يعني. كان ممكن ارنولد ده يضيع في الكره ديت اللي ضربه فيها رونالدو، لكن رونالدو هنا كان 3-0 النتيجه، فقد اعصابه. نتكلم 3-0 الشوط الاولاني، انت متخيل الماتش حصل فيه ايه؟ فادي الضرب، ضرب ارنولد ضرب عمدي، وكان لابد من طرد رونالدو. اولا سوء السلوك وعدم ما عندوش اي اخلاق، وبالمناسبه سلوك رونالدو سيء جدا، من أسوأ اللعيبه اللي هم عندهم سلوك سيء، لما كمان يخرج عن شعوره. بمعنى ايه؟ لما يتغلب، لما يتبهدل في الماتش كده، لما يتمرمط بيه ارض نجيله مسرح الاحلام، لما حصل بيه النهارده اتمرمط بيه الارض زي ما اقول لك كده. ليفربول خدوه يعني ايه رايح جاي، ما بقاش رونالدو عارف يعمل ايه، اللي يضرب في اللعيبه ومفيش كوره. رونالدو على فكره ما لعبش كوره، ما جاتلوش كوره اصلا، حتى لما نزل كافاني نزلوه ما مسكش كوره. بوجبا الشوط الاولاني، بالمناسبه الشوط الثاني بقول لهم هو كان بيلعب لانه ما مسكش ولا كوره الشوط الاولاني. بوجبا وده لعيب قوي جدا، ولكن طبعا حظه النهارده قدام ليفربول في افضل حالات ليفربول اليوم. ادي رونالدو بعد طبعا الهزيمه، هزيمه ثقيله، يعني ليفربول يسحق اليونايتد النهارده 5-0، افضل مباراه قويه جدا. يحول محمد صلاح مسرح الاحلام الى مسرح محمد صلاح ورفاق محمد صلاح ورجال ليفربول النهارده في مباراه قويه جدا. محمد صلاح مره تانية يقدم اسمه على للعالم بالكامل. يتحدث محمد صلاح النهارده العالميه، يصعد للعالميه، هو الافضل النهارده. واعتقد كابتن حسن مسكاوي الناقد الكبير اللي انا اولا برحب بيه ومشرفنا وجود حضرتك معانا، مساء الخير. اهلا بيك، وحشنا. وحضرتك كمان جدا. زيك كده، صحة. طمنا على الماتش النهارده، شفته ازاي بلغه الناقد الكبير حسن مسكاوي؟ شفت الماتش ازاي النهارده؟ وشفت اداء محمد صلاح ازاي النهارده ورونالدو على الناحيه الثانيه؟ هو طبعا ليفربول عالي جدا من اول الموسم، وصلاح بالتالي كمان عالي قوي. مفيش يعني مفيش نجم لوحده يقدر يعمل انتصارات عظيمه زي اللي بيعملها ليفربول. انما لو بصينا بس لمانشستر يونايتد، كل لعيب في مانشستر يونايتد هو نجم
كان في فريق وراح يونايتد او هو نجم كبير جدا، لكن المجموعه كلها لا، المجموعه كلها فيها خلل كبير يعني. يورجن كلوب مدرب رائع طبعا، صلاح فعلا زي ما انت بتقول ان كل العالم بيقول صلاح احسن لاعب في العالم الان، مش احنا يا مصريين ويا عرب اللي بنقول الكلام ده، العالم الاجانب كلهم وفعلا على تويتر كمواقع الصحف الانجليزيه كل الناس كل الخبراء المدربين بيقولوا ان صلاح هو احسن لاعب الان. ولكن هل ده معناه ان صلاح ان شاء الله ممكن ياخد الكره الذهبيه؟ ده السؤال بقى. ليه لا؟ لان الكره، لان الكره الذهبيه ليها معايير، 10 معايير من ضمنها ان الفريق ان اللاعب يكون واخد بطوله ويكون له تاثير في البطوله اللي خدها فرقته واهدافه وحاجات كتيره وله ارقام. صلاح عمل كل حاجه بس السنه دي او الموسم ده ما خدش بطولات. الناس بتتجه طبعا الطلاينة منتخب ايطاليا وجورجينيو اللي واخد دوري ابطال اوروبا وكاس الامم الاوروبيه. لكن تسالني انا بقى، نعم، على اي اساس تتاخد او تعطي جايزه احسن لاعب في العالم؟ انا بقول الكلام ده من زمان. أيوة. مش دلوقتي. يعني مش عشان صلاح اديه للابداع. صلاح بقى هو الان الان اللاعب الافضل في العالم لانه هو المبدع الاول في العالم. صلاح بيجيب اهداف لا يمكن ان نراها او لا ما شفناهاش من حد السنه دي. شفناها من ميسي زمان، ربما من رونالدو زمان، انما السنه دي الاهداف اللي بيجيبها صلاح تنتزع الاهات في كل انحاء الكوكب. النجم المبدع اللي بالشكل ده انا اديله الجايزه. عشان كده انا بدي رايي من زمان على فكره، مش دلوقتي عشان صلاح. حتى لما كنت ايام السباق بتاع ميسي ورونالدو كنت دايما بقول ان البطوله مش هي المهم، لان البطوله بياخدها فريق. انما الابداع بتاع لعيب ان بيأدي جايزه احسن لاعب، اللعيب بيبدع، بيبهر الناس، بيبتكر، نعم، الناس بتحب ان الكره تروح له، بيفاجئك بحاجات حلوه وجميله، بيخليك تغني له في المدرجات، صح، كل ده صلاح. نعم. الحقيقه ما فيش لعيب في العالم دلوقتي عامل هذا الابداع زي صلاح. انا رايي ان بجد، مش عشان صلاح ابن بلدي ومصري وانا واحنا فخورين مصري. وكلنا فخورين. لا مش عشان كده. أنا مقتنع من زمان أن هذه الجائزة الأفضل في كرة القدم يجب أن تذهب إلى المبدع، اللعيب صاحب المهارات التي لا يملكها غيره. أحلى هدف في الثلاثة اللي سجلهم النهاردة صلاح، أنهي واحد؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ لا كلهم حلوين طبعا يعني كلهم. الحقيقة يعني هو طبعا أهدافه جميلة جدا لكن انا مش هنسى اهدافه ابدا ابدا في مانشستر سيتي وواتفورد اللي غرب فيها 6-4 يعني. صح. حتى انا بقول دي بقت رباعيات صلاح يعني زي رباعيات صلاح جاهين ولا رباعيات طبعا عمر الخيام يعني. نعم. الهدف الخامس كان صعب يعني، كره صلاح طولت منه ولحق الكره قبل حارس المرمى وسجل. هي طبعا يا استاذ احمد، اصل صلاح عنده حاجات مش موجودة يعني. من الممكن جدا انه يتساوى مع اي لاعب بنفسه على الكرة الذهبية في عدد الاهداف زي بنزيما مثلا. لكن بنزيما ما يعرفش يجيب اهداف زي اللي بيجيبها صلاح. يعني ما يعرفش، بنزيما بيجيب اهداف كتير لكن ما يعرفش يجيب اهداف يغرب اللي فيها 4 أو 5 مدافعين بالرشاقة والمرونة وسرعة القدمين وسرعة الجري. نعم. صلاح بيعمل ده. نعم. يعني لا يمكن، صعب قوي انك تلاقي بنزيما مثلا بيعمل يغرب 6 مدافعين في جمله كده يعني عباره عن ثانيتين، ما يقدرش يعمل ده رونالدو النهارده. اتفضل. ولا رونالدو كمان. ولا نعم؟ رونالدو. نعم. رونالدو النهارده. رونالدو من اسرار قوته حاجات تانية خالص، الا ان هو يعمل دريبلينج كده. يعني رونالدو حتى في عزه ما يقدرش يغرب 6 لعيبه او في مساحات ضيقه. هو يعمل حاجات تانية، ينط
ويقف في الهواء ده ممكن ويعمل الارقام قياسيه في دي يشوط من بعيد ويجيب اهداف يجري سبرنت ويسبق الناس اللي معاه انما يغربل بالشكل ده بالترقيص اللي بيعمله صلاح صعب جدا حتى على رونالدو. رونالدو النهارده ميسي كان بيعمل كده. نعم رونالدو ما ظهرش النهارده بحالته وهو الفريق كله ما ظهرش بحالته ولكن رونالدو النهارده خرج عن شعور الرياضي. هل كان يستحق الطرد ولا لا في كرة أرنولد؟ وهو اللعيب الكورة لما بيحس بالإهانة أيا كان مش لازم رونالدو يعني الخمسة صفر أو الأهداف بجانب التمكن بتاع ليفربول يعني ما هو مش كفاية برضو إنك أنت تجيب خمسة لكن لما تقعد أربع دقايق ماسك الكورة والفرقة اللي أنت بتلعب قدامها مش عارفة تاخد منك الكورة انا لو انا بلعب هحس ان في اهانه فالاهانه لما تتكرر على مدى 90 دقيقه اللعيبه حتى النجوم المحترفين الكبار بيفقدوا اعصابهم يعني لكن الحكم تعاطف مع رونالدو لما اداله انذار بس ما ادالوش طرد والله الاشتباك يعني كان في اشتباك انا بشوف ان الاشتباك ده يستحق الطرد يعني اي اشتباك من لاعب بعصبيه من غير كورة ده يستحق يعني العقاب الكارت الأحمر يعني. هل سولشاير النهاردة نهايته أو آخر يوم ليه في مع اليونايتد؟ أعتقد أن أيامه يعني أيامه خلصت مع اليونايتد لأن زي ما قلت لحضرتك أن هو عنده فرقة كلها نجوم يعني كل واحد منهم نجم لما يبقى عندك 11 لعيب كفاني وبوبجا ورونالدو وبعدين كلهم نجوم وانت يا مدرب مش قادر تدير النجوم دي بشكل صح يبقى المشكله فيك انت يا اما بقى اداره مانشستر يونايتد تمشي النجوم كلهم وتخلي المدرب عشان كده بيروح للمدرب دايما هو اللي بيدفع الثمن هو دايما يدفع الثمن صحيح بس كلوب النهارده يعني اثبت انه من افضل مدربه وافضل مدرب في العالم تراه كذلك عايز اقول لك بس ان يورجن كلوب وغوارديولا وميتشيلز مثلا اللي عمل الكره الهولنديه الكره الشامله دول من ضمن افضل خمس مدربين في تاريخ كره القدم في تاريخ لان كل واحد فيهم لان كل واحد فيهم بدع اسلوب المدرب اللي يبقى عنده اسلوب ويقدم هذا الاسلوب للعالم الكره العالميه زي هيلينو هيريرا مثلا في ايطاليا لما عمل كاتاناتشيو مثلا يعني انا بعتبر دول من العظماء يعني المدرب اللي يبقى صاحب فكره معينه وينفذها في الملعب ويبتكرها ويقدمها للعالم في شكل فريق او في شكل خطط واساليب ده طبعا انا بشوف ان هو ضمن الاحسن على اي حال مش انا اللي بقول كده كمان العالم لما حب يعمل استفتاء على احسن مدربين في العالم على الاقل في الوقت العقد في الالفيه يعني كان من ضمنهم يورجن كلوب وطبعا وجارديولا صلاح النهارده بيصنع تاريخ وتفوق على كل يعني الافارقه اللي لعبوا في الدوري الانجليزي طبعا هو 107 هدف طبعا ده تفوق بس برضه هرجع تاني واقول انا عارف ان الارقام مهمه جدا عند الناس وعند المحللين لكن انا انسان بحب الابداع لما انا بقول ان محمد صلاح لا يوجد لاعب على وجه الارض الان بيبدع كما يبدع محمد صلاح الابداع دي كلمه مش سهله يا جماعه كلمه صعبه جدا مش اي لعيب على فكره في لعيبه كتير قوي موظفين يعني يعني بيلعب وبيجري وبيعمل الاوامر وبينفذ وبيجتهد وبيشيل وبيحط وبياخد الكوره ويستخلصها ويشوط انما في النهايه في زيه الاف لكن صلاح واحد بس الله استاذ حسن مزكاوي متشرف ان حضرتك معانا بشكرك انا بشكرك يا استاذ شكرا جزيلا ناقد رياضي الاستاذ محسن لملوم مساء الخير مساء الخير يا استاذ احمد تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك الكرام قرات المباراه ازاي النهارده ليفربول واليونايتد شفتها ازاي يعني باختصار شديد طبعا مش قادر ازيد على كلام حضرتك وكلام استاذ الفاضل استاذ حسن المستكاوي لكن في عجاله اقدر اقول لحضرتك ان صلاح النهارده
قدر يحقق مجموعة انتصارات، مش انتصار واحد، بعيدا عن انتصار ليفربول على مانشستر يونايتد اللي هو الكلاسيكو الأكبر في إنجلترا بخماسية نظيفة. طبعا دي بتبقى انتصار خاص في أو بطولة خاصة في الكلاسيكو. لكن نقدر نقول كمان حتة إن الكلاسيكو الإنجليزي اللي هو ما بين مانشستر يونايتد وليفربول قدر يخطف الأضواء، ومحمد صلاح يخطف الاضواء من في اليوم اللي كانت تلعب فيه الكلاسيكو الكبير اللي هو ريال مدريد وبرشلونه، اللي يمكن تقريبا الناس ما خدتش بالها منه مقارنه باللي حصل في ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد. صلاح النهارده تخطى رقم دروجبا زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه كان 104 هدف كاكثر افريقي في تسجيلا في دور في الدوري الانجليزي البريمير ليج الدور الاقوى في العالم، وصل للرقم 107. صلاح كان عنده كان قدامه يا استاذ احمد ثلاث خطوات ليصبح افضل لاعب افريقي في التاريخ. رقم واحد اللي هو تخطى رقم دروجبا النهارده كاكثر هداف في الدوري الانجليزي. رقم اثنين الخطوه الثانيه هو على فكره على مقربه منها، انه يتخطى ايضا رقم دروجبا اللي هو الاكثر اكثر افريقي مسجل في دور الابطال 44 هدف. صلاح لحد دلوقتي 33 هدف ينقصه 11 هدف، ولسه الموسم ده او دوري الابطال السنه دي يقدر يتخطى هذا الرقم او على الاقل يعادله. الحاجه الثالثه ان صلاح ينقصه اخيرا ان هو يفوز بالكره الذهبيه اللي العربي الافريقي الوحيد اللي فاز بها هو جورج ويا رئيس ليبيريا الحالي، اللي هو لما كان سنه 95 بيلعب ميلان هو يمكن اللاعب الافريقي الوحيد اللي فاز بالبالون دور. لو صلاح حقق الاثنين دول وهو قريب منهم تماما هيصبح اللاعب الافضل اللاعب الافريقي الافضل في التاريخ، مش في عصرنا الحالي، لكن على الاقل لفترات طويله جدا. واعتقد هيبقى من الصعب حد يكسر ده، لان الارقام بتاعه صلاح بسم الله ما شاء الله معديه بفارق كبير عن اقرب المنافسين ليه. ليفربول مع اليونايتد على مسرح الاحلام امام هذا الجمهور الكبير جدا، ويؤدي هذا الاداء الرائع وتفوق لعب ونتيجه واخر نص ساعه اليونايتد ما فيش كوره، كلهم قاعدين بيدافعوا وخايفين انه يدخل فيهم هدف السادس. يا استاذ احمد الشوط الثاني كله اصلا واضح ان بين الشوطين يورجن كلوب بيتعامل مع مانشستر يونايتد على طريقه ارحموا عزيز قوم زل. يمكن كان الشوط الثاني تقريبا ما فيش هجمه، واضح ان في تعليمات اللعيبه هدوا تماما، احترموا تاريخ مانشستر يونايتد. ويدوب يمكن حتى الغلطه الوحيده ان صلاح سجل الهدف الخامس في الشوط الثاني، لكن واضح تماما ان هم تراجعوا تماما خارج السياق يعني. كان في احصائيه لمده 10 دقائق في نصف الشوط الثاني كانت الاستحواذ 87% ليفربول 13% لليونايتد. ده تفوق كاسح يعني بيبين لك هم خدوا استحواذ في المباراه كلها. خدوا دي فضيحه زي ما بنقول كده، فضيحه لان هي يعني مثلا ليفربول الاسبوع اللي فات فاز على واتفورد 5، لكن النهارده على الغريم التقليدي بتوجع اكتر بلغه الكوره بتبقى مؤلمه. عشان كده شفنا يعني السنه اللي فاتت مانشستر يونايتد اتغلب من توتنهام على نفس الملعب 6-1، ومع ذلك ما تحزنهمش ولا تزعلهم زي الهزيمه من الغريم التقليدي اللي هو ليفربول اللي بتبقى مؤلمه. يمكن المخرج المباراه جاب لقطه ممتازه ورائعه جدا بنحيي عليها، ان هو في الشوط الثاني راح جايب مشهد للشوارع مدينه مانشستر حوالين او بالقرب من الملعب والجمهور ماشي خلاص. يعني الجمهور في العادي بيسقف، جمهور اوروبا عامه متقبل الهزيمه حتى لو بسبعه بثمانيه بيسقفوا لفرقتهم وكلام، لكن النهارده الهزيمه موجعه بانت اكتر على ملامح سير اليكس فيرجسون، على ملامح كل لاعيبه دكه البدلاء لمانشستر يونايتد، على سولشاير اللي هو تقريبا خلاص سولشاير كده مش هيبقى موجود. دي كانت اخر مباراه ليه تقريبا مع مانشستر يونايتد، يمكن كان بينقذه رونالدو. يمكن حضرتك شفت في دوري ابطال الاسبوع اللي فات مباراه اتلانتا لما رونالدو سجل له عمل ريمونتادا وسجل له 3-2 بعد كانوا مغلوبين 2-0، وقبلها مباراه فيا ريال كانوا مغلوبين 1-0 وكسبوا 2-1 ورونالدو انقذه في الماتشين يا استاذ احمد. وصحف انجلترا كلها خرجت وقالت رونالدو يحمل سولشاير، لكن النهارده ما قدرش رونالدو يحمل سولشاير ولا ينقذه للاسف. سولشاير راح في حته بعيده خالص، اعتقد ان هو مش اعتقد بالتاكيد ان هو خارج اسوار مانشستر يونايتد خلال ايام، ممكن يعلن عن مدرب. قابلت رونالدو قبل كده صح؟ نعم قابلت رونالدو. قابلت رونالدو ايام ما كان في ريال مدريد. لما كان في ريال مدريد صحيح. رونالدو النهارده شفته ازاي؟ قابلته النهارده رونالدو الاستفزاز، يضرب لعيبه ما فيش كوره بتروح له، حتى الاداء بتاعه النهارده مش هو رونالدو. قراءتك للقائك مع رونالدو وفي ارض الملعب النهارده. والله خليني اقول لحضرتك زي ما قلت في البدايه على تعامل ليفربول مع اليونايتد، ان هو ارحموا عزيزهم قوم زل. النتيجه نفس الكلمه بتنطبق على رونالدو. رونالدو 37 سنه يعني 37 سنه وبيبقى بيهدف فريقه، بينقذ فريقه في ماتشات صعبه. اكثر لاعب في الدوري الانجليزي يحصل على راتب 500 او 480 الف
بين استرليني اسبوعيا، ما حدش بياخد الكلام ده في الدوري الانجليزي كله. هو اعلى لاعب وكان بيشيل الفرقه، النهارده مش قادر يعمل حاجه، واضح انه عاجز تماما انه يعمل حاجه. الفرقه مجموعه لعيبه اصحاب فرديات عاليه جدا، ولكن اللعب الجماعي سيء للاسف، بيدربهم مدرب مش على نفس مستوى اللعيبه اللي هو سولشاير. كمان هو لقي نفسه النهارده قليل الحيله، اكيد خروجه عن 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 شعوره ضربه لارنولد كان يعني نتيجة طبعا المباراة من طرف واحد يعني، وبعدين واضح ان الايه كانت النتيجة لسه ساعتها 3-0، وواضح ان النتيجة ممكن تبقى 6-5 4-5 و6-7 وهلم. فهو كان ده اللي ايه يعني دي عصبية ملعب، يعني اقدر اقول ان هي عصبية ملعب. لكن رونالدو لازم نضع في الحسبان لما نتكلم عن رونالدو انه عنده ماشي في 37 سنة، يعني لاعب كبير في السن، وده نادر لما بيحصل في الملاعب الأوروبية وتحديدا في الدوري الإنجليزي. لكن قبل كده لما كان في العشريات ولما يتخطى 30 طبعا كان حاجة تانية خالص هو وميسي، لكن هذا عصر محمد صلاح مع كامل تقديرنا لرونالدو وميسي والبقية. مين خليفة سولشاير تتوقع أو أبرز الأسماء؟ والله هم كلموا زين الدين زيدان. زين الدين زيدان لسه ما ردش، يمكن برجح انه ممكن يوافق لسبب، لان هو زيدان الاسبوع اللي فات كان كلموه من نيوكاسل يونايتد ورفض، اعتذر يعني بادب. اذا كان عنده رد، لكن المره دي لسه الكلام فيه اخذ وعطى، فربما يكون زين الدين زيدان لانه حاليا مش بيدرب. كان عنده احلام وطموح ان هو يبقى عنده يدرب منتخب فرنسا بعد ديدي شام، ممكن يخوض التجربة دي مع مانشستر يونايتد الايام القليلة القادمة، يعني خلال 3-4 ايام بكثير ممكن يكون زيدان الاقرب لتولي مهمه. تتوقع زيدان هو الاقرب؟ ممكن يعني بنسبه كبيره. طب بديل زيدان مين لو زيدان مش موجود؟ لا لسه ما فيش للاسف، المدربين دلوقتي اغلبهم متسكن، يعني لسه الدنيا مش واضحه قوي. فهو زيدان اللي موجود دلوقتي وقد يقبل هذه المهمه الصعبه. بالظبط، ما قلت الحركة هو اعتذر لنيوكاسل يونايتد لكنه لسه ما اداش راي لمانشستر يونايتد، ده معناه ان هو بيفكر في الامر فربما يوافق على العرض. صلاح تفتكر بعد الأداء المبهر يجدد ولا مش هيجدد؟ لأنه كلامه مع سكاي سبورت امبارح ولا أول امبارح تقريبا بيقول ما معناه كده الأمر مش في إيدي، في إيد إدارة ليفربول. هل تتوقع أنهم هيجددوا له؟ لا، هو يقصد بانه في اداره ليفربول انه هو عايز يجدد، بس انتوا جدد بس انتوا قدروني. ده مقصد صلاح، قدروني. مشكله صلاح يا استاذ احمد لازم نوضحها عشان الناس يعني مش واخده بالها منها، في كتير مش واخد باله منها. صلاح عقده ينتهي 22-23، يعني هيكون سنه ساعتها 31 سنه. اللي مخوف اداره ليفربول ان هي تجدد لاعب 3-4 سنين، فيكون سنه بقى 34-35 وبرقم عالي جدا، فده بيقلق اداره ليفربول. فالموضوع بالنسبه لهم لسه بياخد ويدي، ان هم عايزين يرفعوه طبعا مبلغ، وصلاح طبعا يستحق. يعني هو اذا كان رونالدو بياخد 480 الف استرليني في الاسبوع، صلاح يستحق 500 الف استرليني في الاسبوع. لكن اداره ليفربول متخوفه من دي، لان هتبقى في مشكلتين، مشكله السن، التجديد بعد ال 30 برقم عالي ده بتبقى مشكله. الحاجه الثانيه ان هو لو اتجدد برقم عالي هيفرق كتير جدا صلاح، وهو يستحق بالمناسبه، عن بقيه زملائه، ودي ممكن تعمل مشكله اللي بقيه اللعيبه للفريق. برضه في نجوم غير صلاح طبعا، صلاح على التوب. لكن لما يكون الفجوه، يعني صلاح النهارده بياخد تقريبا 220 الف استرليني في الاسبوع، لما ياخد 500 او 480 او يتساوى مثلا برونالدو، فهتبقى الفجوه هتبقى كبيره جدا ما بينه وبين بقيه الزملاء، فممكن تعمل ازمه ما بين في الفريق نفسه. فاعتقد اداره ليفربول، هو بيقول الموضوع مش في ايدي، عايز يجدد، مش هيبقى حزين لو لعب ضد ليفربول، دي رساله واضحه وصراحه منه انه عايز يكمل، بس قدروني. اعتقد هيصلوا خلال وقت ممكن يكون قريب لحل وسط ما بين ليفربول وما بين صلاح. ارنولد دلوقتي كاتب على تويتر بعد المباراه: صلاح الافضل في العالم، احسن لاعب في العالم. طبيعي، صلاح النهارده بتالقه يا استاذ احمد بيضغط اكتر على مسؤولي البالون دور، الكره الذهبيه اللي هتقام يوم 29 نوفمبر المقبل في باريس في مجله الفرنسي فوتبول. اللي هو يمكن كانت الليكيب خرجت وقالت الافضل المرشح ميسي، لان ميسي طبعا خلينا نتفق او نختلف، مهارته غيره مختلف تماما في حته بعيده عن كل الناس. بس ميسي لما راح باريس سان جيرمان ما اداش الاداء اللي كان بيأديه في برشلونه. اكيد، لكن توليفه النجوم اللي في باريس سان جيرمان محتاجه بعض الوقت. اعتقد باريس سان جيرمان يبقى قوي جدا، لكن لو مجموعه النجوم اللي عندهم دول ينسجموا، ده كل واحد فيهم واخد مليار. فانا حضرتك عارف بقى، دي دول بيصرفوا ما بدون حساب، يعني ده الموضوع الماديات بالنسبه لهم مش في حسبانهم خالص. يعني في جورجينيو اللاعب الايطالي اللي فاز بدوري ابطال اوروبا مع تشيلسي، وفايز بدوري كاس الامم الاوروبيه مع منتخب ايطاليا. في ليفاندوفسكي اللي محقق ارقام رهيبه مع البايرن ميونخ، ومحقق معاهم بطولات. يمكن العجز الوحيد اللي عنده صلاح ان هو ليفربول ما حصلش على البطوله على اي بطوله السنه دي، ف
فدي اللي ممكن تقلل شويه من ليفر من 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 حظوظ محمد صلاح. لكن بالتاكيد انا واحد من الناس حتى لو محمد صلاح ما فازش بيها السنه دي، من المؤكد ان صلاح باذن الله هيكتسح هذه الجائزه في السنوات المقبله، لان الفرق بينه وبين الاخرين بصراحه شاسع لصالح محمد صلاح. اشكرك استاذ محسن لملوم، الناقد الرياضي مدير تحرير الاهرام الرياضي، نجم مصر ونجم منتخبنا الوطني لكره القدم، نجم سابق وكابتن هاني رمزي. اولا مساء الخير. مساء الخير عليك يا استاذ احمد، ومساء الخير على كل مشاهدينك، اهلا بيك. سعيد ان حضرتك موجود معانا. ليفربول اليونايتد محمد صلاح. بقول لك خليط الكلام، يعني الواحد بجد سعيد جدا جدا جدا، واحد فعلا فخور بما اللي بيقدمه محمد صلاح، شيء يمكن يعني عدى طموحات وسقف طموحات اي واحد كان بيفكر في مستقبل محمد صلاح. بصراحه النهارده محمد صلاح بالاداء اللي بيأديه دوت طبعا فخر لينا احنا كمصريين، وبصراحه مش هتكلم بقى على الارقام، ومش هتكلم على اللي بيعمله في العالم كله مع ليفربول على مستوى البريمير ليج على مستوى الشامبيونز ليج، لكن انا في اعتقادي كمان محمد صلاح صدقني يا استاذ احمد بيقدم رساله حتى للقائمين على كره القدم في مصر. محمد صلاح باللي بيعمله ده بيقول للناس، يعني انا واحد خارج من تراب البلد ديت، واحد خارج من يعني الارياف، من 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 حته بعيده جدا عن القاهره، بعيد عن الاضواء، وعمل وفي خلال يمكن اقدر اقول لك الاربع سنين اللي فاتوا بيثبت انه افضل لعيب في العالم. يعني رساله واضحه ان احنا نهتم بقى يعني عندنا فعلا اكتر من محمد صلاح. انا بقول لحضرتك يعني خلال يمكن 50 سنه اللي جايين ما اعتقدش في لعيب مصري هيحقق الارقام اللي بيحققها محمد صلاح. لكن على الجانب الاخر لازم كل الناس بتسال، طب يعني ازاي نستفيد بصلاح؟ نستفيد بصلاح حاجتين، طبعا هو بيقدم صوره مشرفه لبلدنا في كل حته يعني بيروحها، دي حاجه. لكن الاستفاده اكتر ان احنا ناخد محمد صلاح نموذج ونبدا نشتغل بمنظومه محترفه علشان نطلع المواهب اللي عندنا دي يا استاذ احمد. عندنا مواهب كتيره جدا جدا في كل مصر. فانا في اعتقادي الشخصي الرساله الاقوى اللي بيقدمها محمد صلاح انه بيقول لنا لا دوروا هتلاقوا، يعني دوروا كده وهتلاقوا اكتر، هتلاقوا مواهب كتيره، وان شاء الله باذن الله يعني مش هقول لك في المستقبل القريب، لكن عندنا ان شاء الله مواهب تقدر تعمل حاجه كويسه في الكره المصريه والعالميه. كابتن هاني حضرتك كنت من اول الناس اللي احترفوا، ايه الفارق ما بين الاحتراف وقت حضرتك والان محمد صلاح؟ بص الاحتراف ما بيختلفش كتير، لكن طبعا يعني خلاص محمد خارج المقارنه وخارج يعني طبعا احترفت الحمد لله فتره كويسه جدا في اوروبا، لكن محمد صلاح بقى في ستيج تاني خالص. محمد صلاح يمكن زي ما بقول لحضرتك خلاص، يعني انا في رايي وآراء ناس كتيره جدا هو افضل لاعب في العالم حاليا، انه يوصل للمرتبه ديت ده انجاز كبير جدا جدا للكره المصريه. الاحتراف صدقني بيبقى اصعب، يعني زي ما بقول لحضرتك دلوقتي يعني السبوت خاصه في البريمير ليج صعب جدا تلعب في البريمير ليج بالمستويات العاليه ديت. الاحتراف نموذج محمد صلاح، يعني عمليه الاصرار، عمليه كمان الشخصيه، وخلي بالك دي مهم جدا، الكاركتر نفسه لازم يكون عنده الاستعداد انه يقدر يعيش في الاجواء ديت، ويقدر يقابل التحديات ديت، ويقدر يشتغل على نفسه بشكل كبير جدا. الاحتراف مش كلمه ان انا عقد وباخد فلوسي، يعني الاحتراف اكبر من كده بكتير، واعتقد محمد صلاح بيقدم النموذج ده من خلال، مش هنتكلم على العقود ونتكلم على الفلوس لان ده شيء مفرغ منه، لكن بنتكلم على الاستمراريه يا استاذ احمد، الاستمراريه، لان صلاح جعان اهداف، يعني كانه يعني عايز يسجل كل كوره عايز تجي له عايز يسجلها جول، ده جزء من شخصيته. لان يمكن انا برضو كان محمد صلاح كان موجود معانا في الاولمبياد 2012، كان لسه يعني سنه 18 سنه، لكن كنت بتحس فيه عنده دوت، عنده طموح، عنده دايما بيجدد طموحاته بيجدد اهدافه، زي ما انت شايف كده ما بيقفش، يعني في لعيبه كان ممكن تقف عند رقم معين او عند انجاز معين او بطوله معينه ويبدا يتراجع شويه. محمد صلاح كل يوم بيخلق لنفسه دوافع جديده، ودي زي ما بقول لحضرتك دي مش عايزه تدريب، دي مش عايزه حاجه، دي عايزه شخصيه معينه. محمد صلاح عنده هذه الشخصيه، ومهم جدا في عالم الاحتراف موضوع البرسوناليتي، موضوع الشخصيه، ازاي يتاقلم وازاي يتكلم. بنشوف النهارده يعني اللاعب الوحيد في البريمير ليج اللي كان موجود مع الامير ويليام ده كمان فخر لينا جدا جدا. محمد وصل لمرحله من الاحترافيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، اعتقد مرحله متميزه جدا،
ويا رب ان شاء الله في استمراريه دايما باذن الله. بعين المدرب واللاعب، شفت الماتش ازاي؟ قراءه حضرتك للماتش من بدايته لحد الماتش ما خلص. والله يعني قراءتي في الماتش اكيد الهدفين اللي في اول 14 دقيقه ده كان ليهم طبعا تاثير كبير جدا على اولا يوجن كلوب ومجموعته كفريق ليفربول السنه دي، بيفكرنا بليفربول من سنتين ثلاثه اللي هو بطل البريمير ليج وبطل كاس العالم للانديه وبطل الشامبيونز ليج. في اعتقادي الشخصي على الاداء التكتيكي بيعمل اداء اكتر من رائع على المستوى الجماعي. ليفربول طبعا فيها محمد صلاح النجم الهداف، لكن على مستوى اللعب الجماعي ما يميز يورجن كلوب ان عنده ادواته بيستغلها بشكل كويس قوي. النهارده حتى ما بداش بساديو ماني وكان عنده رؤيه مميزه جدا انه ساديو ماني ممكن جدا يكون اضافه في الشوط الثاني، لكن في اعتقادي المباراه يعني انتهت في الشوط الاول، يعني 4-0 في الشوط الاولاني على مستوى ليفربول المباراه بالنسبه له خلصت. سولشاير اعتقد ان الاوان يعني التغيير، واعتقد يمكن خد فرص كتير جدا. مانشستر يونايتد اعتقد في الفتره اللي جايه هيكون عندها مدير فني يعني في حجم مانشستر يونايتد، لان طبعا في اعتقاد الشخص ممكن يكون التعاقد مع زين الدين زيدان موجود دلوقتي، في كونتي طبعا مدرب الانتر السابق موجود، لكن وجود كمان رونالدو اعتقد بيرجح وجود زين الدين زيدان في مانشستر يونايتد قريب. بشكرك كابتن هاني رمزي، بشكرك شكرا جزيلا. واحد من نجومنا وهدافنا منتخب او النادي الاهلي كابتن كبير عماد متعب، مساء الخير. استاذ احمد مساء الخير، متشرف بوجود حضرتك اولا. شرف ليا، ربنا يخليك. شفت محمد صلاح وتقول له ايه بعد اللي عمله محمد صلاح النهارده؟ بتقول ايه رساله حضرتك لمحمد صلاح؟ لا اقول له الف مبروك، الف مبروك على كل حاجه بتقدمها سواء للشعب المصري او الوطن العربي بالكامل على نموذج يحتذى به، يعني كل الاطفال اللي موجوده في الوطن العربي بالكامل دلوقتي نفسهم يكونوا زي محمد صلاح. الراجل محترف بمعنى الكلمه، راجل كل يوم بيثبت ان هو الافضل وهو الاحق ان شاء الله السنه دي بيفوز باحسن لعيب في العالم. مركز في الكوره، مركز في شغله، مركز في مستقبله، ما فكرش باي حاجه ثانيه، وهو ده نموذج لعيب الكوره المحترف. يعني اما تلعب النهارده ليفربول بتسجل الاول والثاني وشغال تجيب الثالث لحد الخامس وماكينه اهداف، وصلاح يسجل ثلاث اهداف ورا بعض لاول مره، اول لاعب يسجل هاتريك على مسرح الاحلام، ايضا ده قيمه كبيره، وده اللي بيشتغل عليه محمد صلاح، او ديت طموحات محمد صلاح ربما اكتر من كده اللي جاي كمان. طبعا قيمه كبيره، وطبعا ليفربول من الفرق الكبيره، الفرق الكبيره طول الوقت طول الوقت استاذ احمد اللي عايزه سجلت هدف بتدور على الثاني، سجلت الثاني بتدور على الثالث، سجلت الثالث بتدور على الرابع، هي دي قيمه الفرقه الكبيره، حتى لو بتلعب فريق كبير زي مانشستر يونايتد، لكن في الاخر انت في بدايه المباراه بتلعب على ملعب اولد ترافورد، لكن في الاخر انت بتدور على المكسب، سجلت الهدف الاول والثاني وسجلت الثالث والرابع في الشوط الاول، نهيت المباراه اكلينيكيا ودورت على الخامس في الشوط الثاني، وكنت تقدر تسجل اكتر من كده. انا بتكلم فكره ان ده دي جراءه من المدير الفني، يعني تغييره في الشوط الثاني بينزل ساديو ماني ما بيدافعش. فده راجل عايز، لا انا طول ما انا قادر ان انا احقق وسجل اهداف اقدر اعمله، ومعاه عناصر ومعاه لعيبه في الملعب تقدر تحقق اللي هو بيفكر فيه. يعني احنا بنشوف ليفربول فرقه واحده من افضل الانديه اللي موجوده في العالم في اخر 4 سنوات، طبعا هي فرقه كبيره طبعا، لكن بتكلم على اخر اربع سنين ليفربول رجع زي ليفربول سنه 6 يعني 2006 و2005 و2007 الفرقه الكبيره. على ما اعتقد صلاح يعني طموحه بسم الله ما شاء الله ما بيقفش، الراجل بيسجل هدف بيدور على الثاني، بيسجل الثاني بيدور على الثالث، عايز يوصل يعدي يحطم كل الارقام. يعني النهارده هو اول لاعب افريقي او اكثر لاعب افريقي سجل اهداف في الدوري الانجليزي 107 بالظبط، عدى دروجبا. فالراجل عايز يحطم كل الارقام، وعلى ما اعتقد ان صلاح لو فضل مكمل بالشكل ده ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون هو الاقرب للفوز بالكره الذهبيه ان شاء الله. كابتن عماد، صلاح النهارده لسه بتكلم من شويه العالم كله بيتكلم على صلاح ابن مصر، ملك المصري، الفرعون المصري، ايه اللي عامل دعايه غير مسبوقه في العالم كله، بيحتل كل وسائل الاعلام والاعلام كله محمد صلاح. طبعا 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 اسم مصر طبعا كبير، لكن وجود محمد صلاح كمان في نادي كبير زي ليفربول في التالق اللي هو فيه بالاهداف بالانجازات اللي بيحققها بيزود من شعبيه مصر في الرياضه في الكوره، بيخلي العالم كله يبص على اللعيبه المصريين دلوقتي. يعني دلوقتي عندنا العالم عينيه على اللعيبه المصريه، عينيه بعد محمد صلاح وبعد التالق بتاع محمد صلاح، على ما اعتقد ان انديه العالم كلها بتدور بتبص، لا عايزين نشوف اللعيبه المصريه عامله ازاي. يمكن زمان كان ان لعيب مصري يطلع يحترف كان بيبقى الموضوع صعب،
لكن على ما اعتقد دلوقتي ان اي موهبه هتظهر في الكره المصريه هتطلع بره بسهوله، وده بفضل اللي بيعمله محمد صلاح. كل الاعلام الاندبندنت الجارديان كله بيتكلم على صلاح، على الهاتريك، على الاهداف اللي بيسجلها النهارده محمد صلاح. الثلاث اهداف النهارده عاملين حاله في الاعلام الانجليزي والاعلام الدولي. طبعا طبعا، انه يسجل ثلاث اهداف، يسجل هاتريك في مباراه مع مانشستر يونايتد على ملعب مانشستر يونايتد، طبعا طبعا يعني دي نتيجه كبيره وشرف لاي مصري يعني ان محمد صلاح يبقى موجود في الملعب يسجل هاتريك النهارده وبيفوزوا 5. فعلى ما اعتقد العالم كله كان بيتفرج على المباراه ويعني شاهد على تالق محمد صلاح وعلى فريق ليفربول النهارده في الملعب، فيعني كلنا فخورين بمحمد صلاح صراحه. خلينا وحضرتك عضو رابطه الانديه، عندنا الدوري هيبدا بكره، ايه الترتيبات اللي تتم الماتش الاول او بدايه الدوري المصري؟ احنا خلاص خلصنا كل الترتيبات الحمد لله يعني، والتجهيزات لبدايه الدوري من بكره. اتمنى ان شاء الله الامور تمشي زي ما احنا مرتبين لها من ناحيه سواء كتسويق الناحيه الجماهيريه يعني والتذاكر، وعوضات التذاكر المباريات كلها طرحت خلاص بقت موجوده في السوق. ان شاء الله الكاميرات تكون تصوير والإذاعة بالشكل اللي احنا متمنين ان شاء الله، ونشوف التنظيم. واحنا كرابطة ان شاء الله يكون عندنا اجتماع بعد اول اسبوع من الدوري عشان نشوف لو في اي حاجة حصلت في الاسبوع الاول او في اي اخطاء نبدأ نعالجها ان شاء الله. شفنا النهاردة الماتش بكام كاميرا بتنقل، هل هنشوف ده نقدر نقول او قريب من ده في الدوري المصري؟ ما اقدرش اقول هنشوف ده، لكن عشان اكون صريح مع حضرتك يعني يعني مش هقدر اكتب يعني، لا انا بقول قريب مش لازم نبقى لكن قريب ان شاء الله يعني. احنا شفنا مباراه مصر الاخيره مع منتخب مصر مع منتخب ليبيا، شفنا التصوير ازاي كان حاجه صحيح. مشرفه فان شاء الله ان شاء الله الدوري المصري هيكون بصوره يعني الصوره تبقى طليق بالدوري المصري، صوره تعجب المشاهد المصري، وان الجمهور المصري قاعد بيتفرج عليها يبقى مبسوط ومرتاح. ومع الوقت ان شاء الله هنحاول نطور ونحاول نوصل زي ما احنا بنشوف النهارده المباراه بتتذاع ازاي، احنا كلنا كمصريين نفسنا نقعد نتفرج على مباراه في الدوري المصري بنفس الشكل. صحيح، نفس الشكل والحياد والاداء والفار وكله يعني زي ما بيقول الكتاب كده ان شاء الله. طبعا طبعا، ما هو يعني احنا ان شاء الله واخدين باسم كرابطه المجموعه اللي موجوده كلها مجموعه محترمه جدا ومجموعه ذو خبرات يعني فان شاء الله ان احنا واخدين عهد على نفسنا ان الحياد هو الحاجه الرئيسيه والاساس بتاعنا، ان مش هيبقى فيه اي استثناءات ان شاء الله، واتمنى ان احنا نقدر ننفذ ده على مدار الموسم ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عماد متعب، شكرا جزيلا لحضرتك. ننتقل لانه عندنا ملفات اخرى، ولكن كان مهم النهارده نبدا هذه البدايه الرياضيه زي ما بقول كده، مش كتير بنعملها ولكن بنعملها في الاحداث المهمه، والنهارده صلاح هو الحدث العالمي اللي الناس كلها بتتكلم على صلاح، بتتكلم على ليفربول، بتتكلم على هذه المباراه التاريخيه والهزيمه الثقيله لليونايتد على ملعبه مسرح الاحلام. أرض عندنا في مصر اسبوع القاهره للمياه، وده امر كمان يهمنا جدا، يهم ال 100 مليون الميه. لسه امبارح كان معانا سياده الوزير الدكتور محمد عبد العاطي اللي انا بشكره شكرا جزيلا على الحوار، على الرسائل الواضحه اللي امبارح من خلالنا تحدث بيها، انتشار كبير جدا لحوارنا معاه، مواقع يعني كتير جوه بره، اعلام دولي اعلام عربي كله كان يعني بياخد مقتطفات من حوارنا امبارح مع سيد الوزير دكتور محمد عبد العاطي، لان زي ما بقول لكم كان بيوجه رسائل محدده للداخل وللخارج ولكل واحد معني بملف الميه وملف السد الاثيوبي. النهارده ايضا بدا هذا المنتدى اسبوع المياه والدوره الرابعه لاسبوع القاهره للمياه اللي هو وهيكون ان شاء الله كل سنه، خلاص اصبح موعد ثابت اكتوبر من كل عام ان شاء الله. سيادة الرئيس كلم ايضا، كان في كلمه لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المنتدى في البدايه، مشاركه بقول لحضرتك مشاركه كبيره جدا سواء حضور او عبر الافتراضي. نتكلم على سيادة الوزير اتكلم وكان ايضا ليه رسائل النهارده قويه جدا، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا تحدث عن مصر، تحدث على الاجراءات اللي مصر بتاخدها، الرؤيه الشامله للدوله المصريه يعني بتشتغل عليها لمده 10 سنوات قادمه حتى 2030. سيادة الرئيس اتكلم على ايضا الاجراءات اللي بتتم، عمليه رصد حوالي 50 مليار دولار، وقال سيادة الرئيس انه هذا الرقم ممكن يتضاعف ايضا. الرئيس اتكلم على
انه الشعب المصري يتابع تطورات ملف السد، وانه عايزين نتطلع للتوصل في وقت قريب لاتفاق متوازن وملزم قانونا. كلم سيادة الرئيس ايضا انه فيه وانه المطلب اللي بنقول عليه ده جاي اتساقا مع بيان الرئاسي اللي صدر عن مجلس الامن في شهر سبتمبر الماضي، وان احنا مش ضد اثيوبيا والتنميع على الاطلاق، احنا بالعكس نتفهم اثيوبيا واهدافها والتنميه، لكن مش عايزين اي مخاطر تتعلق بينا تؤثر على مصر وعلى السودان. وقال لابد انه يكون هناك احترام لقواعد القانون الدولي، وانه عايزين يبقى فيه تعاون وتنسيق. سيادة الرئيس اتكلم على عملية التضامن الدولي والشعوب، وانه لابد من نواجه التحديات، لانه كمان احنا النهاردة نصيب الفرد من المية لا يتجاوز 560 متر مكعب متر مكعبا في السنة. والرئيس اشار الى تعريف الامم المتحدة للفقر المائي، اللي أكد أنه الفقر المائي 1000 متر مكعب من المية للفرد في السنة، يعني احنا أقل من تقريبا نص ما حددته الأمم المتحدة تعريف للفقر المائي. احنا بنتكلم على الفرد في مصر حاليا 560 متر مكعب، الفقر المائي اللي هو لحد 1000 متر مكعب. رئيس اتكلم على مصر ودولة من الدول من أكثر دول العالم جفافا، وطبعا ما عندناش امطار تقريبا، عمليه يعني نادره بالنسبه للامطار. ويمكن امبارح سياده الوزير دكتور محمد العواطي بيتكلم على ربما كل الامطار اللي بتنزل على مصر حوالي 1 مليار متر مكعب، ده كل اللي بينزل علينا، واللي احنا طبعا بنخزن جزء من ده، مش كل المطر اللي بتنزل علينا بنخزنها، لانه في حاجات واجراءات بتتاخد، بعكس اثيوبيا. اثيوبيا عندها ميه 900، خلينا في الرقم اللي يتحفظ، حوالي 1 تريليون متر مكعب. مصر بينزل مطره 1 مليار متر مكعب، اثيوبيا مطره 1 تريليون متر مكعب. شايف الرقم؟ شايف الفارق؟ المواطن في اثيوبيا حاجته تقريبا حوالي 10000 تقريبا 10000 تقريبا متر مكعب تقريبا في السنه، وانا 560 متر مكعب في السنة. شايفين الفارق ما بين احتياجات او المواطن الاثيوبي ليه قد ايه كمية المية اللي هو يستخدمها، وانا المواطن المصري اللي اثيوبيا مش عايزك حتى الكميات بتاعتك تبقى موجودة، لكن لا، الكلام الدولة المصرية واضح جدا في هذا السياق. طبعا مشاركة كبيرة جدا، عربية افريقية اوروبية مختلف دول كتير، اكتر من 100 دولة مشاركة في هذا المؤتمر. وكان في كلمة للرئيس المجر كمان اتكلم فيها على المية، واتكلم فيها على ندرة المية في العالم، وانه يعني القادم هيكون لما كان القرن 20 خاص بالبترول، القرن 21 هو المية. طبعا في مقارنات العالم كله النهاردة بيتكلم على موضوع المية، لانه كمان تغيرات المناخية اللي حاصلة ستؤثر على دول العالم بالكامل، وبعد شوية يمكن نتكلم على ده. الأمم المتحدة النهاردة في تحذيرات كثيرة جدا حوالين اللي بيحصل في العالم، منظمة الأغذية والزراعة الفاو بتتكلم على الأسعار القادمة. احنا بنتكلم على العالم بيقول ايه، او العالم شايف ايه، او بيترقب ايه بالنسبة للأسعار، بالنسبة للأكل، بالنسبة للغذاء. ملايين ملايين من المواطنين حول العالم هيتعرضوا لهجرة غير شرعية نتيجة لجفاف يحصل في بلادهم، ما فيش زراعة في بلادهم، في مشاكل ضخمة في بلادهم، ربما حروب أهلية، ربما بيتكلموا فوق 150 مليون واحد خلال السنوات القادمة هيسيبوا بلادهم ويهاجروا. فبيقولوا ان ده الخطر كمان اللي هيواجه العالم أيضا، الهجرة غير الشرعية من الدول، هيتعرض لمشاكل ومجاعة، وما فيش تغذية وما فيش أكل وما فيش زراعة، وحاجات صعبة جدا جاية. الدولة المصرية النهاردة بتعمل حاجات كتير جدا، ملفات، هذا ملف رقم واحد للدولة المصرية، الأمن المائي، الأمن المائي، الأمن المائي. ليه الدولة بتشتغل النهاردة على كل حاجة؟ أعمل تحليل من البحر الأحمر المتوسط، عشان زي ما قال لنا امبارح سيادة الوزير دكتور محمد أبو العاطي، كل القرى الساحية والمدن الجديدة وغيرها اللي موجودة على البحرين كلها هتكون المية بتاعتها من البحرين، التحلية، تحلية مياه البحر. على فكرة السعودية فيها كده، المملكة العربية السعودية عاملة كده، تحلية المية هي اللي موجودة في السعودية. فأنت النهاردة بتعمل هذه المنظومة، محتاجة طبعا تكنولوجيا والتقنيات حديثة، وبنشتغل مع بعض الدول الأوروبية منهم ربما إسبانيا، اللي كان في لقاء
ايضا اعتقد مع سياده الرئيس من لقاءات مع الشركات الاسبانيه شغاله لها خبره في هذا المجال، ان احنا عايزين نعمل محطات تحليه من البحرين الاحمر المتوسط. ما انت ما البدائل اللي عندك؟ ما عندكش بدائل اخرى. لازم اعمل بدائل اللي بتكلم 20 50 و60 وهكذا. انت بتعمل كده النهارده عشان 30 و40 و50 سنه جايه تقدر توفر ميه قد ايه. بس شوف بتصرف انفاق قد ايه في هذا المجال عشان اوفر ميه. انا بتكلم على محطات تحليه. بنتكلم امبارح سياده الوزير عبد العاطي قال لنا ان احنا بنستخدم اعاده استخدام المياه اربع مرات، وقال لك مش اي ميه اللي بنعملها تدوير، مش اي ميه، لا قال في هي بنتكلم على الصرف الصحي، الصرف الزراعي، دي الحاجات الاساسيه، الصرف الصناعي اللي بنعمل زي ما عملنا محطه بحر البقر، بنعمل محطه الحمام. فكل ده بتعمل ايه عشان تستخدم الميه دي اللي بتعيد استخدام او اعاده تدوير 3 4 مرات عشان استخدمها في الزراعه. ما بستخدمش كل الاراضي اللي احنا بنتكلم عليها. والتنميه، تنميه هي التنميه البشريه، تنميه صناعيه، تنميه زراعيه. لما تيجي تتكلم على مشروع مثلا دلتا الجديد، انا بعمل هناك تنميه، مش بعمل زراعه بس، انا بعمل مجتمع كامل، بعمل ناس، بعمل جامعات، او ممكن يبقى في جامعه او اكتر لهذا المجتمع تحديدا، اعمل فيه مجتمع بالكامل، مش مجرد ان انا بزرع وبعمل ارض، لا انا عايز في هذا المكان مجتمع يبقى فيه صناعه، في مصانع تتعمل، في زراعه، عندنا الارض، عندي مصانع وعندي تجفيف وعندي غيره وعندي نقل وعندي الحاجات دي كلها، اعمل كمان يبقى عندي جامعه خدمه او هذا المجتمع الكبير اللي موجود. لما انا بتكلم على 2 مليون فدان يبقى مجتمع ضخم جدا، اعمل نفس الحكايه موجود سينا مثلا يبقى نفس، وهكذا. انت مش مجرد بقول ارض، لا انا بتكلم على تنميه، بعمل مجتمع في تنموي في هذه المناطق. يبقى كل ده محتاج ايه؟ يبقى عندك سكان، عندك فرص عمل، عندك دخل كويس، الناس الدولة اللي تشتغل عليه النهاردة، ده ملف الدولة شغالة عليه. لما اجي اقول ان انا بزرع هنا، بتزرع هنا بس منين؟ انا عملت صرفت مليارات عشان اعمل محطة بتكلفها مليار دولار، محطة بحر البقر مليار دولار بحر البقر، هيكون اكتر منها تكاليف محطة الحمام، لانه المية انتاجها اليومي هيكون 7.5 مليون متر مكعب مياه في اليوم. بحر البقر بنتكلم على 5.2 تقريبا او 0.3 مليون متر مكعب في اليوم. يبقى عندنا الحمام اكبر وبالتالي يبقى تكلفتها اكتر. سياده الوزير محمد عبد العاطي امبارح قال لنا انها ربما خلال سنه ونص او سنتين تكون جاهزه وخلصانه. يبقى الملف ده هو الملف اللي معانا على طول، مستمر على طول. عشان كده سياده الرئيس النهارده بيقول للعالم كله، اللي بيحضر كله واللي بيتابع كله، سواء اللي موجود في القاعه او الافتراضي او غيره، والرسائل اللي خارجه من مصر النهارده بتكلم على أهمية إن احنا نصل لاتفاق مع إثيوبيا ومع السودان، يكون في اتفاق قانوني ملزم بيننا احنا الثلاثة، لأنه زي ما السيد الرئيس قال الشعب المصري بيتطلع تاني يتابع هذا الأمر، تابع عن كثب إن احنا نصل لحل في موضوع السد. متابع السيد الرئيس. تابع الشعب المصري عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وأود أن أؤكد تطلعنا للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا في هذا الشأن، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما من شأنه تحقيق أهداف أثيوبيا التنموية، وهي الأهداف التي نتفهمها بل وندعمها، وبما يحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد على مصر والسودان، وذلك على أساس من احترام قواعد القانون الدولي وعلى النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق. طب إيه رؤية مصر في هذا الملف تحديد ملف المية؟ إيه رؤية مصر بنتكلم 2030؟ إيه اللي مصر عاملاه واللي بتعمله في هذا المجال؟ نتابع سيادة الرئيس ماذا قال عن رؤية مصر الوطنية. على الصعيد الوطني تؤمن مصر إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر،
ولقد تبنينا الرؤية الشاملة مصر 2030 في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوى للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه. كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية. أولا تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية. ثانيا تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاها وطنيا متناميا لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر. ثالثا ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة. رابعا تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشى مع برامج العمل والمشروعات المائية، وذلك من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث. وتخطو مصر هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة. كما أن مصر هي أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود. لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفاعلية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة. سيد الرئيس أيضا يتحدث عن المؤتمر أو منتدى أسبوع القاهرة للمياه ووجه رسائل لضيوف مصر، نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، يسعدني الترحيب بكم في الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021 من على ضفاف نهر النيل واهب الحياة لملايين المصريين وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل، والتي أسهمت ولا تزال بدور رئيسي في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر العصور. السيدات والسادة، يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو المياه والسكان والتغيرات العالمية، الفرص والتحديات، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد. وغني عن البيان أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية. إن كل تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول
في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحدي يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها. وفي ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة، وانطلاقا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة، انخرطت مصر بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018-2028، حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله، بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه في مارس 2023. من ذات المنطلق، رحبت مصر بوضع أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي، لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك بهدف دفع جهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، خاصة ما يتعلق بنظرة المياه وتأمين وصول الإنسان إليها وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض بناء أطر تكاملية ترسخ الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. كان أيضا كلمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء اتكلم طبعا على قضية المية، اتكلم على نهر النيل، اتكلم على الحياة بالنسبة لنا بالنسبة للمصريين قضية المية، ولكن أيضا أشار خلال كلمته لي خلال هذا المؤتمر أو أسبوع القاهرة للمياه عن أهم مشروع موجود حاليا، حياة كريمة. تحدث عن الريف، ما يجري في الريف، تكاليف الخاصة بهذا المشروع، هذا المشروع هيخدم مين، كان إحاطة كبيرة جدا ومهمة جدا لكافة الدول المشاركة والوفود المشاركة عما تقوم به مصر في واحد من أهم المشروعات التي تصل لأكثر من 58 مليون يعيشوا في الريف والكفور والنجوع. نتابع رئيس الوزراء. وتعمل الدولة جاهدة على تنفيذ مشروع تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يهدف إلى تطوير 4500 قرية بتكلفة تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 50 مليار دولار أمريكي مجالات تحسين جودة المياه والحفاظ على المياه وتطوير مصادر جديدة للمياه. إن هذه التدابير تشمل أيضا تحديث وإعادة تأهيل نظم الري واعتماد الدولة على نظم جديدة مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بضخ استثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلا عن تعزيز حصاد المياه وتحلية المياه. وتساهم هذه الجهود أيضا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولا سيما الهدفين الثالث والرابع. إن جهود مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير وهو توافر المياه، وبالنظر إلى موقع مصر الجغرافي كدولة مصب بحوض نهر النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في مجال موارد المياه العابرة للحدود وفقا لمبادئ القانون الدولي. ومصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه. رئيس الوزراء كمان بيخاطب الدول اللي موجودة والوفود المشاركة واللي موجودة افتراضي أيضا
على ضرورة تحدي مواجهة التحديات اللي موجودة. قال هذه التحديات إنه ما يهدد الأمن والسلم الدوليين إقليميا وعالميا. قال إنه دي مسؤولية أمام الدول، وإنه كمان مجتمع الدولة عليه إنه يساعد الدول اللي عندها مشكلة في المية، اللي هي عندها ندرة مية، إنه المجتمع الدولي عليه إنه يساعد هذه الدول، وإحنا بلد عندنا ندرة في المية، وعندنا تحدي كمان فيما يتعلق ب السد الإثيوبي أو سد الخراب الإثيوبي. فرئيس الوزراء بيقول لهم أنتوا كمجتمع دولي لازم تساعدوا الدول اللي عندها مشكلة في المياه. طيب كمان أنه مش عايزين يحصل أي مشاكل في المنطقة والإقليم، وده ممكن يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهذه مسؤولية أيضا مسؤولية العالم. العالم يتحرك، وأيضا لابد من توفير الحوار، يكون في حوار حوالين بين الدول، وخاصة بالنسبة للأنهار العابرة للحدود زي نهر النيل، إن يكون في حوار مفتوح ومناقشات بين الدول المعنية وخاصة بالأنهار العابرة للحدود. تعالوا نتابع رسائل رئيس الوزراء. تعتبر المياه عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ وحماية حقوق الإنسان الأساسية والوفاء بها، فضلا عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليمين والدوليين. والمجتمع الدولي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات الجذرية للتعاون العابر للحدود، الأمر الذي يدفعنا للدعوة لعقد حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المثلى لأحواض الأنهار الدولية، ولتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب دون الإضرار بأي منها. وكذا أدعو المجتمع الدولي لأن يضمن الدعم اللازم للدول التي تعاني من ندرة المياه حتى تستطيع تحقيق أهداف وأمال شعوبها. إنني أؤكد على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتحديد وبدء وتسريع الإجراءات العابرة للحدود دعما لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمياه، حيث أن 60% من أحواض الأنهار العابرة للحدود والمشتركة لا تزال تفتقر إلى وجود آليات لإدارة تعاونية وقابلة للتنفيذ بين الدول المتشاطئة، كما يجب تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه، وذلك في إطار منع الصراع وبناء فرص التعاون، حيث تساهم التنمية المستدامة حول موارد المياه المشتركة في الاستقرار الإقليمي، مما يستلزم إعطاء البلدان الواقعة داخل مناطق الأزمات والتي تواجه ندرة المياه، وكذلك تلك التي تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين دعم خاص. النهاردة أسبوع القاهرة أصبح بالنسبة للعالم مهم جدا. طبعا المرة الرابعة يتم هذا المنتدى أسبوع القاهرة، الحوارات اللي هتتم بين الوزراء بين الخبراء بين الجهات المعنية، أبحاث كثيرة جدا ستقدم من النهاردة لحد يوم الخميس اللي جاي. يوم الخميس الجاي هيكون في بحث مهم جدا جدا كان كلمنا امبارح عنه سيادة الوزير الدكتور محمد أبو العاطي، ولكن لم يشر إلى تفاصيله، ولكن اتكلم لأنه عايزين نسيب البحث ده بالذات يكون في مناقشات جادة داخل هذا المنتدى يوم الخميس، خاص بالسد ومشاكل اللي تعرض لها السد، سد إثيوبيا طبعا، والصور الأقمار الصناعية اللي بتتكلم على السد وتحدد السد بيتعرض، هل هيتعرض ممكن لانهيار، هل في يعني حاجات في مستويات معينة بيحصل انخفاض فيه ولا لا، المشاكل بيتعرض لها كلها صور أقمار صناعية بتحدد هذا الأمر ولقطات. هيتم عرض البحث كاملا يوم الخميس الجاي، وده واحد من الأبحاث المهمة جدا اللي شارك فيها الدكتور عمرو فوزي من طبعا خبراء وزارة الموارد المائية والري، والدكتور هشام العسكري أستاذ طبعا المعروف أحد أساتذة المعروفين في واحدة من كبريات الجامعات الأمريكية. اتعمل هذا البحث وهذه الدراسة اللي أصبحت النهاردة واخدة توافق كبير جدا، لأنه في علماء من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مشاركين في هذه الدراسة المهمة جدا. امبارح احنا بنتكلم مع سيادة الوزير عنها، قال عايزين إثيوبيا تطلع تقول الدراسة دي غلط أو مش صحيحة، احنا بنعرض دراسة علمية مش دراسة سياسية، دراسة علمية بمنهج علمي، وخلاص خدت دلوقتي كل الأطر العلمية وأصبحت النهاردة ستعرض يوم الخميس بكل التفاصيل الخاصة بهذه الدراسة.
سيادة الوزير يتكلم على هذا الأسبوع. القاهرة بقى النهاردة محط الأنظار العالم لأنه يتم بحث قضية المياه. النهاردة الرئيس المجري اتكلم أيضا في قضية المياه، بعت رسالة مصورة للمنتدى وأسبوع القاهرة مشاركين بيتكلم فيها على قضية المياه. بقت النهاردة قضية مش قضية، هي قضية عالمية. الأمم المتحدة النهاردة موجودة، منظمة الأغذية والزراعة الفاو موجودة، منظمات مختلفة موجودة، خبراء المال وآسف المية، خبراء ووزراء المياه في أفريقيا عدد كبير جدا موجود منهم، أفريقيا آسيا عدد من أوروبا، مجتمع دول كثيرة، جهات كثيرة، منظمات كثيرة جدا بتشارك. مؤتمر في زخم على أعلى مستوى يليق بدولة بتنظم هذا المؤتمر في هذا التوقيت، والعنوان بنتكلم على التحديات، تحديات المية، والعالم كله النهاردة شايف اللي بيحصل بقى، فيضانات، براكين، زلازل، أمطار في مش وقتها، سيول، أعاصير، فالعالم كله عايش إنه في مشاكل كبيرة جدا رايحة تواجه العالم كله. وفي المقدمة المية، ندرة المية، جفاف، مفيش أراضي زراعية، ناس بتعتدي على الأراضي الزراعية وبتبني في الأراضي الزراعية، وبالتالي بتاخد من حصتك، بتاخد من اكلك، بتاخد من زراعتك، فكل ده لازم قدام الدنيا كلها كل يبقى عارف انه اي متر ارض النهاردة انا بعتدي عليه باخده ببنيه ده بيأثر من اكلك. اي متر ارض، اي متر ارض، ما بالنا بالستمائة الف فدان اللي اتاخدوا واتبنى عليهم، ده تأثيرهم قد ايه علينا. العالم بالمناسبة عنده مشكلة كده، فاحنا مش عايزين نبقى كمان الفترة القادمة يبقى عندنا هذه المشاكل. العالم رايح لمشاكل كتيرة جدا. النهاردة لما تسمعوا الكبار مسؤولين بيتكلموا كله بيتكلم في هذا الاتجاه، انه مش عارف 70% يحصل تخفيض في ايه، 30% يحصل عجز في ايه، مية هتبقى كذا، دول معاناة، ملايين الناس هيسيبوا بلادهم ويهاجروا، ملايين حول العالم هيسيبوا بلادهم ويمشوا، مش هيبقى عندهم، هيبقى عندهم مش مشاكل في المية، مشاكل حتى في الاكل. الأمم المتحدة قالت لك في أزمة قادمة معرفش خلال 10 سنين اللي جايين دول رهيبة جدا تواجه العالم، فالعالم لازم يتحرك من النهاردة كل يبقى عارف المخاطر. اسكتلندا هيبقى في مؤتمر في جلاسجو اعتقد بنهاية هذا الشهر ومستمر حتى الاسبوع الاول من شهر نوفمبر حوالين تغير المناخ، ومصر موجودة وتشارك في هذا المؤتمر، ومعظم دول العالم موجودة في هذا المؤتمر. العالم كله النهاردة بيشتغل على ده، المية، تغير مناخ، تغيرات مناخية تأثيرها على دول العالم. لما حصل في انجلترا، انجلترا لما الشهر اللي فات ما عندهمش عربيات، ما فيش بنزين، ما عندهمش حاجة في المحطات، الناس واقفة في الشوارع، المحلات والسوبر ماركت فاضية، ما فيش حد بينقل حاجة لأنهم خرجوا من الاتحاد الأوروبي، سواقين مشيوا ما بقوش، فراحوا منزلين الجيش عشان يبدأ ينقل، يبدأ يوصل بنزين ووقود للمحطات، تبدأ ناس تشتغل ينقلوا الأكل، هم اللي كانوا بينقلوا الأكل، دول هتتعامل إزاي؟ بيحصل أزمة في العالم وإحنا بنشوف بعينينا. العالم كله النهارده بيشتغل كده، العالم كله النهارده عنده أزمات، كل دول العالم، ما فيش دولة النهارده تقول لك أنا بريئة أو أنا عديت، محدش عدى الموضوع اللي جاي خطر على دول العالم بالكامل. فعشان كده مصر بتعمل ايه؟ في تحديات هتواجه الناس، بتواجه الكل. فانت النهارده بتحاول تعمل عندك مخازن استراتيجيه، تحاول تزود الاراضي بتاعتك زراعه، تحاول النهارده تكون ثروه سمكيه اكتر، ثروه داجنه اكتر، ثروه حيوانيه اكتر، عشان اغطي احتياجاتنا بقدر الامكان. بقول ايه؟ بقدر الامكان، تغطي بقدر الامكان احتياجاتك عشان ما يحصلش عندي زي اللي حصل بره. فانت بتشتغل على الملف ده سنه ورا التانيه بحيث يبقى عندك، ما فيش دوله بيبقى عندها كل حاجه بالمناسبه يعني، ولا حتى امريكا ولا الصين، ما فيش حاجه، كل العالم مع بعض بيتعاون. بس تقدر تغطي، لو اقدر اتكلم على القمح بدل ما استورد 8 9 مليون طن استورد 2 3 مثلا يعني، يبقى الباقي ازرعه. الزيت عندنا مشكله في الزيت، نستورد تقريبا 98% من الزيوت. بتحاول النهارده تعمل زراعات اللي هي بتنتج منها الزيوت، بدل ما 98 استورد مثلا 30 استورد 40، يبقى انا بغطي جزء كبير جدا وبوفر دولارات. بستورد سكر، لو انا عندي، يبقى عندي اكتفاء ذاتي من السكر مثلا، مثلا يبقى عندي اكتفاء ذاتي. عندنا حاجات كتير زي العالم كله، خضار، ما انا بصدر النهارده خضار عشان عندي اكتفاء ذاتي، ما اقدرش اصدر الا لو عندي اكتفاء ذاتي.
فاكهه، عندي اكتفاء ذاتي، ما عنديش ازمه فاكهه. بعض الحاجات بثورتها الفنادق وغيره اللي عايز يشتري لكن معظم الحاجات موجوده عندنا، وهكذا. اسماك بتحاول بقدر الامكان تعمل يعني تغطي الاحتياجات، بتحاول بقدر الامكان، لكن محتاج وقت عشان اقدر اعمل ده على الاقل في الاسماك. الدواجن لو احنا حتى امبارح بنتكلم على اسعارها او كذا او غيره بقدر الامكان. النهارده وزاره التموين عامله مبادره، بدرت لما بقول بدرت لانه عندنا في البلد ببدر الارض، بتبدرها ايه؟ حبوب، تاخد الحبوب كده وفي الارض عشان اللي هيطلع القمح او الذره وغيره، فببدر. فالنهارده وزاره التموين عامله دي، بدرت المحلات وبدرت المجمعات الاستهلاكيه بالبيض النهارده، فيروح ضارب لك سعر البيض، ينزل سعر البيض ايا بس ينزل سعر البيض شويه. انت بلد عندك انتاج 13 مليار بيضه في السنه، وتيجي تقول لي بلد الكرتونه توصل ل 60 جنيه وبعض الاوقات وصلت 65 جنيه، فالنهارده هي بقت المحلات هتوصل تبقى كام؟ 44 ولا 45 النهارده، وتنزل اكتر من كده اهو قدامك اهو. بدروا 49، ادي 30 بقوا ب 49 جنيه قدامك، بدل كانوا 60 او 65 جنيه في بعض الاوقات، فنزل السعر شويه. اقدر اعمل ده؟ اه، بحاول بقدر الامكان. تقدر تعمل ده؟ فنزله النهارده، نزله بقى كميات كتيره جدا، نزله النهارده تقريبا في القاهره والجيزه 300,000 بيضه، النهارده تحديدا القاهره والجيزه نزلوا 300,000 بيضه في المجمعات. اتفضل. فخلي بالك انت هتلاقي الفترات الجايه مش احنا. في 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 حاجات كتير طبعا، بعض الناس يقول لك يا سيدي ما تديني اديك، حاضر قدامك اهو. نزل من 60 ل 49. بعض الناس وهم بيتكلموا قال لك كنت بجيبها ب 65، اللي هو مش ازاي تبقى ب 65 جنيه، بقت ب 65 حصل، بقت ب 60 جنيه حصل، بقت النهارده اهو مجمعات وزاره التموين بقت 49 جنيه. تعالوا نشوف سيادة الوزير وهو بيتكلم على اسبوع القاهره، بيتكلم على ما تحقق من اسبوع القاهره، نجاحات اللي بيحققها 3 مرات وبدايه هذا اليوم في اليوم الاول من اسبوع القاهره. إن النجاحات التي حققها وسيحققها أسبوع القاهرة للمياه بنسخه الأربعة جعلته محط أنظار واهتمام كافة الخبراء ومتخذ القرار حول العالم. ونتاجا لذلك فإن أسبوع هذا العام يضم أكثر من 1800 مشارك ما بين فعلي وافتراضي من أكثر من 100 دولة حول العالم، وبمشاركة 50 من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، كما تضمن الأسبوع 7 اجتماعات رفيعة المستوى وثمانية أحداث جانبية وورش عمل، بالإضافة إلى عدد 5 مسابقات علمية وتطبيقية والتي تأتي في إطار رفع مستوى الوعي بقضايا المياه على كافة المستويات. أدرك العالم أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة، ولكنها أيضا أحد أهم التحديات التي تواجهنا. فنحن نواجه العديد من التغيرات العالمية كالتغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول، وأيضا جائحة كورونا وتأثيراتها على كافة الدول في جميع أنحاء العالم. كل هذا مع استمرار الطلب المتزايد على إمدادات المياه في ظل محدوديتها. كما تمثل التغيرات المناخية تحديا كبيرا في إدارة المياه، فقد شهدنا فيضانات عارمة في دول كثيرة وحرائق غابات في دول البحر المتوسط وارتفاع غير مسبوق في لدرجات الحرارة في كافة أنحاء العالم. فالأحداث المتطرفة سنشاهدها بمعدلات أكثر من الماضي، وهذا يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها، وتطلب كذلك مضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم أكثر شمولية، مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية. سيادة الوزير بيتكلم على موارد مصر المائية، وتكلم على أيضا إحنا ميتنا منين، وبقى النهاردة الموضوع محفوظ للناس كلها. عندنا بدائل غير نهر النيل؟ لا.
مهما اعمل ما اقدرش اقول نهر النيل لا 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 استغنى عنه ايه؟ ده حياتي. في حد بيستغنى عن حياته؟ طبعا لا يمكن استغنى عن نقطه ميه. امبارح سياده الوزير قال لك ايه؟ كوبايه ميه مش هنفرط فيها. كوبايه ايه؟ كوبايه ميه مش هنفرط في حقنا في مياه النيل. قال لك حتى لو كوبايه مش هنسيبها. ده حق بتاعي وانا اقدر اسيب حق بتاعي؟ هو انت لما يبقى عندك الارض بتاعتك تقول قص ومش عارف ايه خد حته منها؟ مفيش حاجه اسمها خد حته وسيب حته. في حاجه اسمها حق كامل مستمر الاف السنين بيجي ويفضل ان شاء الله الى اخر عمر يجي باذن الله تعالى. حد هيسيبه؟ محدش هيسيبه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي اثيوبيا النهارده وامبارح سياده الوزير قال كلام خطر جدا جدا. هتعمل كهرباء السنه دي؟ قال لك ما هو من 2014 بيقول له هنولد كهرباء. قال لك 2014 اثيوبيا لما انتهزت فرصه الوضع الصعب في مصر في 2011 وراح حطوا حجر الاساس، ده قال لك معلومه خطيره جدا. قال لك ده احنا اترجيناهم نروح للبنك الدولي عشان يتعمل عندهم سد بتمويل من البنك الدولي، وتم الاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا. يعني مصر ده معناه ايه؟ انه مصر ما عندهاش ابدا اي مساله ضد التنميه في اثيوبيا. ده احنا رحنا للبنك الدولي، يا بنك يا دولي لو سمحت تعالى مول سد يتعمل في اثيوبيا. قال بس مش في المكان ده، كان في مكان اخر. والبنك الدولي وافق وتم تشكيل مكتب استشاري اعتقد نرويجي عشان يعمل دراسات السد. يعني مصر عندها نوايا طيبه جدا تجاه اثيوبيا ونوايا طيبه جدا تجاه التنميه في اثيوبيا، بدليل هو بقول لك ده احنا اللي رحنا للبنك الدولي معاهم ومع السودان وتم الموافقه الدول الثلاثه. قال لك في الوقت ده خدعونا وراحوا عاملين السد. ليه؟ عشان حصل الفوضى اللي حصلت في 2011. حط ايده هنا اهو وانتهز الفوضى. دولة مشاغلها الداخلية عندها مشاكل، ناس تتظاهر كل يوم بيحرقوا بيولعوا بيعملوا، واثيوبيا خدت الفرصة وراحت تعمل عملت السد اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليه. ما لم تكن، سيادة الرئيس قالها واضحة. تاني واضحة، ما لم تكن 2011 لم تجرؤ اثيوبيا على بناء هذا السد. سيادة الرئيس قالها بالمناسبة كتير. بنذكر بس بالحاجات في إطار بنتكلم على المية، فنعرف لما يحصل عندك مشكلة أي حد يستغلها عشان يعمل عندك مشاكل. أنت النهاردة قاعد تجري وقاعد تعمل وتقول إيه اللي بيحصل وطبعا حقوقنا وهنفضل وراها ومطالبنا هنفضل وراها ومحدش هيتنازل عن هذا الحق على الإطلاق. سيادة الوزير قال لك رحنا واشنطن. دكتور محمد عبد العاطي كان موجود، هو في الوفد، هو وزير خارجية، سيد سامح شكري، قاعدين في واشنطن. قال لك اثيوبيا وافقت على الاتفاق، ووزير الري الاثيوبي كتب بايده الارقام. خلاص وافقوا، انت خلصت في واشنطن 20 فبراير 2020 خلصنا. يعني مسك القلم، قال لك مسك القلم كده وكتب الارقام كلها، يعني الموافقة على الاتفاق، اتفاق واشنطن. قال لك لما رجع اديس ابابا خدوا الموضوع في سياق اخر، السياسه، وحولوا الموضوع الى سياسه وليس ميه وحاجه قانونيه. قال لك رغم ايه؟ خلصنا في واشنطن واحنا مضينا بالاحرف الاولى. ليه؟ لانه خلاص انت خلصت كل حاجه. يبقى هنا بياكد حاجتين، حسن نوايا مصر وسوء نوايا اثيوبيا. ده الفارق، ان احنا عندنا حسن نوايا حقيقي، وبالمناسبه لاخر وقت عندنا حسن نوايا، وسوف نحافظ على كل نقطه ميه. نعم حسن نوايا طبعا، مش معناها ان انا لا خالص، ما حدش قال لك مين اللي هيقدر يفرط في ميه، ما حدش هيقدر يفرط في ميه، حقك موجود. هم عندهم سوء نوايا؟ ايوه عندهم سوء نوايا واضحه. سألت سيادة الوزير دكتور محمد عبد العاطي
اثيوبيا هتملى 74 مليار متر مكعب زي ما قالوا؟ قبل ما اكمل السؤال لي لا يا سيادة الوزير. طب السؤال قال لي خلاص انا بقول لك الاجابه، انه لن يستطيعوا الوصول ل 74 متر مكعب، لن يستطيعوا حجز 74 متر مكعب، 74 مليار متر مكعب. وزير الموارد المائيه بيقول كده. وطبعا كلام هذا الرجل واحنا في الحوار امبارح ما بيقولوش يعني لا، رسائل هي واضحه وعنده المعلومه، لانه بالمناسبه زي ما قال كده امبارح معانا، قال انه احنا نتابع السد ساعات الليل والنهار، ونتابع تطورات السد ساعات الليل والنهار. لما يقول لنا سياده الوزير محمد عبد العاطي امبارح في هذا الحوار ان اثيوبيا لن تستطيع الملء 74 مليار متر مكعب، يبقى هذا الرجل اصدق الكلام اللي صدر منه، لانه ما يطلعش يقول في حوار انه مش هيقدروا يملوا وهم يملوا بعد سنه ولا بعد اربعه، ما ينفعش. هو عنده حاجه محدده طبعا ما قالهاش ومش هيقولها، لكن عنده حاجه او في حاجه يعني مصر تاني بقول. فهذا الامر ايه، انت بتشوفه بتتابع كل لحظه. بتكلم على الكهرباء، قال لي اذا هم قالوا هننتج نطلع كهرباء 2014 مره 14 و15 ووصلنا ل 21 وما طلعش كهرباء وما ولدش 1 ميجا وات كهرباء، يبقى ايه الموضوع؟ يبقى هو عنده مشكله، يبقى هو عنده مشكله في السد وعنده مشكله في التوربينات. قالوا احنا نصحناهم باخلاص، خلوا بالكم الجمل اللي بقولها لكم، لانه مصر هنا التاكيد على حسن نوايا الدوله المصريه، ان احنا عايزين اثيوبيا تستفيد والتنميه زي ما عنديش مشكله بس ما يبقاش على حسابي. قال ان احنا نصحناهم باخلاص انهم ينزلوا من 16 توربين الى 13، ونزلوا بالفعل، بدل ما كان هيبقى 16 بقوا 13. طب هيبقوا 13 اذا قدروا يركبوا اول اثنين او يشغلوا اول اثنين. وقال لك موضوع التوربينات والتشغيل ده موضوع محتاج شغل، محتاج خبره ومحتاج خبراء وله تقنيات معينه. قال احنا في قناطر اسيوط حصل عندنا حاجه معينه عطلتنا سنه، رغم ان احنا ايه تاريخنا بقى في الحكايه دي هايل، تاريخ قوي جدا. قال فهم لحد دلوقتي ما ولدوش كهرباء، وما اعتقدش انهم هيولدوا كهرباء قريب زي ما قالوا. هما كانوا بيتكلموا بالمناسبة على شهر 8، احنا داخلين على نوفمبر، يعني هما في شهر مايو اللي فات قال لك ان شاء الله هنولد كهرباء في شهر اغسطس. مر اغسطس وسبتمبر واكتوبر بيخلص، ونوفمبر هيخلص وديسمبر هيخلص، ونروح ليناير 22 ويناير 23 ومفيش كهرباء. في الاخر مش هيبقى فيه كهرباء، هيبقى حيطة واقفة كده، حيطة واقفة. توليد كهرباء مش هيتم دلوقتي. طب يا سيادة الوزير هم محتاجين قد ايه؟ محتاجين المية دي كلها عشان يولد كهرباء؟ قال لي لا. طب محتاجين قد ايه يا سيادة الوزير؟ قال لك 14 مليار متر مكعب، مش اكتر من كده. لو هو عايز ايه؟ عنده حسن نوايا انه السد ده معمول لتوليد الكهرباء وليس لورقة سياسية. توليد الكهرباء يعني معاه لحد 14 مليار، ولد كهرباء زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايزه، لكن اكتر من كده يبقى الموضوع مش توليد كهرباء، يبقى سياسة ورقة ضد مصر والسودان. فانت النهاردة بتتكلم على بلد عندنا عجز مائي، عنده عجز مائي رهيب. الوزير قال النهاردة في المؤتمر 90%، قال لك احنا بنعيد استخدام الميه 35% من الموارد اللي محتاجينها لسد العجز ده، عجز رهيب جدا موجود في مصر، وبلد عندها ثروه حيوانيه تستهلك 84 مليار متر مكعب في السنه. اثيوبيا عندها 100 راس ماشيه، 100 مليون راس ماشيه، 100 مليون بيستهلكوا 84 مليار متر مكعب ميه قد حصة مصر والسودان. انت متخيل الموضوع؟ هو ده الموضوع. يعني المواشي اللي عنده، الحيوانات اللي عنده ثروة حيوانية في اثيوبيا بتستخدم قد حصة مصر والسودان اللي بيستخدمها 150 مليون.
بيشرف بها ثروته الحيوانيه. سياده الوزير امبارح معلومه على لسان احد وزراء افريق الافارقه اصدقائنا اللي مشاركين في المؤتمر. قالها سياده الوزير امبارح. قال احد الوزراء كان عامل اجتماع حتى معاه قبل لقائنا مباشره من غير ما نتكلم على اسماء كدوله يعني عشان مش عايزين دول يحصل مع بعض مشاكل، ولكن احد ساده الافارقه الوزراء قال له انا وانا طاق بالطياره طرت وانا في الجو ببص على السد وببص على مصر عرفت ان انتوا عندكم حق ليه؟ عندكم مخاوف ليه من السد؟ عشان بلدكم كل اللي انا ببص عليه شمال ويمين كله صحراء. ده احد الوزراء الافارقه المشاركين في المؤتمر، احد الوزراء احدى الدول الافريقيه الصديقه. قال له كده، قال السيد الوزير امبارح كده. وانا الطياره عمال ابص شمال ويمين مصر صحراء. قال له طب عايز الرساله من حضرتك كده وعي بيها او انقلها للاطراف المعنيه. انه طب احنا عندنا ايه تاني؟ ان احنا عندنا نهر النيل والضفتين ضفتي نهر النيل عايشين عليهم، هم دي حياتنا. دي حياتنا من ساعه ما اتولدنا وجدودنا وجدودنا واجداد جدود جدودنا الاف السنين عايشين على الشريط الصغير ده. هو ده بس. عندنا حاجه تانيه حضرتك؟ ما عندناش. كنا عايشين على الحته دي. ده السيادة الوزير اللي من دولة افريقية صديقة قال لسيادة الوزير دكتور عبد العاطي ايه؟ انه الحياة ابقى من الكهرباء. جملة عبقرية. الوزير الافريقي لما شاف مصر من الطيارة امبارح وهو جاي الى القاهرة او اول امبارح انه وصل اول امبارح وهو جاي بالطيارة شاف مصر انها عايشة حاجة قد كده، انها يا دوب من الطياره متشافه قد كده والباقي كله صحراء، هنا هنا صحراء. فقال له لا، حياه الشعب المصري ابقى من الكهرباء. هي دي الشهاده، هي دي الشهاده المهمه. لانه بعض الناس فاكر البلد دي عايشه على ما احنا عايشين اهو، احنا خدنا حاجات تانيه جديده ما خدناش، جالنا ميه جديده من مفيش. فادي الناس لما تشوف بصوره حقيقيه، يعني هم هو النهارده بيتكلم على انه حقنا في هذا الامر، واحنا حقنا في هذا الامر، ما احنا عارفين الحكايه، ولكن كمان تاتي من شهاده من احد وزراء الافارقه المشاركين في المؤتمر كمان او في اسبوع القاهره، ويقول هذه الجمل الواضحه هي ايضا رساله مهمه. رساله لينا ورساله للاخرين. ورسالة لأثيوبيا ورسالة لكونغو ورسالة للأمم المتحدة والأمريكان والأوروبيين وكل العالم. والعالم عارف كده بالمناسبة، وأمريكا عارفة كده. وعندنا ثقة في الإدارة الأمريكية. والجهد الذي تقوم به الإدارة الأمريكية عندنا ثقة كبيرة جدا. إنهم يعني يشتغلوا على الملف ده عشان ما يحصلش أزمة في المنطقة. وعندنا ثقة في الروس وثقة في الفرنسيين والبريطانيين وثقة في كل الناس. والفرنسيين وكله، عندنا ثقة والصينيين وكل الناس، عندنا ثقة في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي احنا عندنا حق، لنا حق ولنا حقوق مشروعة وتاريخية. امتى بقى تعودوا بمفاوضات او ما تعودش، هل في خط نقطة محددة ولا ما فيش نقطة محددة، دي هذه الامور انا عايز حضراتكم وزي ما قال سيادة الرئيس كده دايما ما تبقوش قلقانين على بلدكم. ما تبقوش قلقانين. ان شاء الله ما تقلقوش على بلدكم. امبارح سيادة الوزير كمان قال لحضراتكم لو سمحتوا كلنا نحافظ على نقطة المياه، كلنا كشعب ده دورنا، الدور اللي علي أنا وعلى حضراتكم أحافظ على كل نقطة مية، أرشد كل نقطة مية. ما ينفعش النهاردة نعمل حاجات أخرى، نحافظ على المية بجد. دي الرسالة، ده اللي مطلوب من حضرتك. هل مطلوب من سيادتك حاجة أخرى؟ لا، حافظ على المية فقط. طب الدولة المصرية مسؤوليتها إيه؟ إنها تحافظ لك على المية. تاني، يبقى حضرتك تحافظ على المية، استهلاكك للمية واستخدامك للمية تحافظ عليه. طب الدولة مسؤوليتها ايه؟ انها توفر لك المية وهتحافظ لك عليها وهتحافظ لك على امنك المائي.
ده اللي مطلوب من الدولة وده اللي ده بتعمله واللي هتعمله. فهنا كل واحد عنده مسؤولية، مسؤوليتنا احنا كشعب مهمة، ومسؤولية الدولة الأهم. بس لازم نبقى حافظين على ميتنا كلنا، نبقى بجد. موضوع النهاردة مبقاش فيه يعني ان احنا بنفرط في ميتنا، لا مش حد بيفرط في ميته على الإطلاق أبدا. لكن أنا كمان لازم أعمل ترشيد عندي كمواطن، عندي التوعية لازم تتم، ولازم الناس تبقى هذا الأمر بالنسبة لها. محدش يقعد يبوظ المية ويرمي مخلفات، لا خلاص. النهاردة بيتعمل مشروعات وبتعمل حاجات، الناس النهاردة هي اللي بتتكلم عنها وتشيد بيها. الرأي الحديث النهاردة، وامبارح نشدت الناس وبناشد أهالينا مزارعين وفلاحين، نتكلم مصر كلها 40 مليون 40% من شعب مصر بيشتغل في الزراعة، دخله وأكله كله من الزراعة. لو احنا النهاردة قعدنا استخدمنا الرأي الحديث، أولا هتوفر حاجات كتير جدا. أول حاجة هتوفرها فلوس رقم واحد. رقم اتنين هتوفر يعني تاخد إنتاجية أكتر، فده بالنسبة لك أحسن. هو ليه اقعد ارمي اخد ميه وافتح وهات المكنه ولا هات الموتور ولا وصل الميه ليه؟ ما استخدم الرأي الحديث وخلاص واخلص. والدوله النهارده بتساعد، وعندك في مساعدات للفلاحين وقروض البنك المركزي بيعملها عشان اساعد اقدر اغير منظومه اداره منظومه استخدام المياه في مصر. ما عندنا النهارده تجارب عظيمه جدا من فلاحين، وانا قابلتهم وجبتهم هنا في البرنامج وعملنا تقارير من الارض بتاعتهم ورحنا كمان اماكنهم. فكل ده ايجاب نشتغل على، لان هو ده جزء من تغيير نظام استخدام الميه في الزراعه. الفدان اللي حضرتك كنت ممكن تقعد يومين عشان تزقيه، يومين النهارده ياخد معاك ساعتين وانت قاعد مستريح، قاعد كده مبسوط كده والميه شغاله، خلصت لك الفدان، خلص الموضوع. ولا جايب حد، ولا جايب عماله، ولا جايب ناس، ولا جايب الحق الميه ما جاتش، والحق نص الميه مش عارف راح على ارض تانية، ولا ما كملتش باقي الارض، وتبقى في خناقات. ليه؟ الموضوع سهل جدا. منظومه ري حديثه، تجارب كلها ايجابيه، انتاج مرتين وثلاثه، طيب مش ثلاثه قول مرتين. الفدان اللي كان بيجيب لي 12 ارداب النهارده يجيب لي 20 أرداب، يجيب لي 18 أرداب مثلا. الفدان كان بيجيب لي مثلا 5-6 طن النهارده يجيب لي 8-9 طن. يبقى مين اللي كسبان؟ أنا اللي كسبان، لأنك أنفقت أقل، أنفقت أقل وكسبت أكتر. يعني النهارده احنا بنعمل إيه؟ شوفوا السماد اللي أنا اتكلمت عليه الأسبوع اللي فات، وزي ما قلت لحضرتك إن شاء الله الموضوع هيتحل، لانه في جهات مسؤوله، وبالمناسبه هيئه الرقابه الاداريه شغاله في هذا الموضوع. ويوم ما اتكلمت تاني يوم يعني كان لقاء مع السيد رئيس هيئه الرقابه الاداريه سياده اللواء حسن عبد الحي في حفله كليه الشرطه، قال لي كنت بتكلم امبارح على موضوع، قلت له اه طبعا، قال لي شفت تابعت كذا كذا، اه واحنا شغالين في الموضوع ده، واللي انت قلته كان دقيق، ان احنا قلنا من ناس من على الارض من الوضع اللي موجود، قال بس احنا شغالين فعلا في هذا الملف كهيئه رقابه، شغالين في هذا الملف عشان نساعد الناس ونساعد المزارعين، ولازم يبقى فيه اجراءات. فانت بالمناسبه لو استخدمت الراي الحديث مش هتبقى محتاج كميه السماد اللي حضرتك بتدور عليها النهارده، لان هي بيوفر السماد. يعني لو باخد الفدان 5-6 شكاير اخد منهم 3 مثلا، هيوفر لك. استخدموا الرأي الحديث لو سمحتوا، اوفر والله واحسن، وهيديكوا انتاج هايل مع المية النظيفة النهاردة، مية ما فيهاش تلوث، ما هي الترعة اللي بتتعمل وجاية لكم مية بقت مختلفة كمان، يبقى عندك انتاج احسن، عندك استخدامه افضل، ما فيهوش اي تلوث، ما فيهوش مبيدات، ما فيهوش حاجات، حاجة يعني هو ده الانتاج الزراعي المصري اللي احنا دايما بندور عليه واللي احنا عايزينه. تعالوا نشوف ست الوزير وهو يتحدث عن مصر ومسألة العجز المائي اللي موجود عندنا في مصر. مصر هبة النيل، مقولة قديمة قالها المؤرخ اليوناني هيرودوت. فمصر
تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف معتمدة على نهر النيل في توفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية ومواردها المائية، حيث ترتبط خطة التنمية المستدامة الشاملة بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة. وعدت مصر خطة قومية 2017-2037 تكلفتها تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليار دولار، وهذا تحدي من تحديات إدارة المية. إن مصر تواجه عجزاً مائي أو تعاني عجزاً مائياً يبلغ 90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد، بالإضافة إلى تغير في إيراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية، خصوصاً فيما يخص ملء وتجهيل سد النهضة الأثيوبي، ودون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتجهيل السد. لذا قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في إطار تنفيذ خططها القومية للموارد المائية في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطط، من خلال إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وإعادة استخدامها، وأيضا تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري وصيانة وتحديث المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسي والتوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه وتعظيم الفائدة من كل قطرة منها. المدير المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو عبد الحكيم الواعر بيتكلم على الوضع الخاص بالدول العربية، بيتكلم على الدول العربية اللي عندها مشاكل في المية. كام دولة عربية؟ هتسمعوا الأرقام. بنتكلم على كام مليون مواطن عندهم مشاكل في الأكل في الأغذية. طب لو استمرنا على الحال ده الرقم هيرتفع كام؟ كام وهيرتفع لكام؟ كام مليون وهيبقى كام مليون بعد 10 سنوات من الآن أو 9 سنوات من الآن لو احنا استمرينا بهذا المعدل اللي فيه عندنا مشاكل في ندرة المياه في العالم العربي وتأثيره على السكان. نشوف. لقد تناقص متوسط نصيب الفرد السنوي في المياه المتجددة في المنطقة العربية بحوالي 75% خلال الفترة من 1962 إلى سنة 2017، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التناقص ليصل إلى ما دون عتبة 500 متر مكعب خلال 3 عقود القادمة، الأمر الذي يمثل عائقاً حقيقياً للتنمية، خاصة إذا ما علمنا أن 14 دولة عربية تقع في الوقت الحالي ضمن أعلى معدلات الإجهاد المائي على مستوى العالم، وأن 60% من سكان المنطقة و70% من النشاط الاقتصادي يتمركز في المناطق الأكثر عرضة وتأثراً بندرة المياه. في هذا الإطار تشير الشواهد والأدلة أيضاً إلى تفاقم ندرة المياه بسبب تأثيرات التغير المناخ من خلال زيادة تقلبات نمط هطول الأمطار وتناقص جريان المياه السطحية واستنزاف المياه الجوفية وتواتر فترات الجفاف والفيضانات وتأثر إنتاجية المحاصيل الزراعية في العديد من الدول المنطقة. وتقدر التقارير العواقب الاقتصادية المترتبة على ندرة المياه بسبب تغير المناخ إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بين 6% و14% بحلول العام 2050. إضافة إلى تغير المناخ، سيواصل النمو السكاني والتوسع الحضري فرض ضغوط إضافية على المياه والأراضي والنظم الأيكولوجية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود وتنسيقها للخروج بحلول تكاملية تستفيد من التقدم التكنولوجي وفرص الشراكة والتعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من آليات التمويل المتاحة. سيعاني قطاع الزراعة تحديداً الذي يستهلك أكثر من 85% من موارد المياه من صعوبات في الحفاظ على حصته من المياه في ظل استمرار الطلب المتزايد على المياه للاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى في قطاعات مثل الصناعة والسياحة،
وبدون نهج تكاملي في التعامل مع الأمن المائي والغذائي يمكن لتناقص المياه المخصصة للزراعة أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الأغذية وانخفاض سبل عيش فقراء المناطق الريفية وارتفاع معدلات البطالة والهجرة إلى المدن. تشير تقديرات ما قبل جائحة كوفيد-19 أن 51.5 مليون شخص أو 12% من السكان كانوا يعانون من الجوع في المنطقة العربية، بزيادة قدرها 1.1 مليون شخص عن الفترة السابقة للعام 2019. وإذا ما استمر المعدل بنفس الوتيرة السابقة فإن عدد الأشخاص المتضررين من الجوع سيتجاوز 75 مليون بحلول عام 2030. وعليه فإن من غير المرجح أن تحقق المنطقة هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع، كما سيؤدي تأثير الجائحة على اقتصاد المنطقة إلى تأثيرات وتحديات إضافية تحول دون تحقيق هذا الهدف. تعمل الدول على اعتماد أدوات ونهج المحاسبة المائية في التخطيط ورفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم الإنتاجية المائية في القطاع الزراعي والاهتمام بالزراعة المطرية، ناهيك عن الاستثمار في تطوير موارد المياه غير التقليدية كتحلية المياه المالحة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة. وفي هذا الإطار نشاهد في مصر أمثلة كثيرة على ذلك، ليس آخرها افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومشروع تبطين الترع وغيرها من المشروعات الناجحة التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد المائية. هنا الناس شايفة مصر بتعمل إيه في الملف المية، كلمك على محطة بحر البقر تعامل معاه إزاي، أيضا تبطين الترع، إن كل ده له أهداف، إن أنت استخدام المية والاستخدام الأمثل، وإحنا واحدة ربما من أكتر الدول إعادة استخدام المياه في وتدوير مخلفات أو تدوير المية الخاصة بصرف صحي وغيره وغيره زي محطة بحر البقر. فأشار ليها الأمين المساعد أو المدير المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وهو بيتكلم النهاردة أمام هذا المؤتمر بالتجربة، الإشادة بالتجربة المصرية في مجال التعامل مع ندرة المية والفقر المائي والمشاكل المية الموجودة عندنا. فإدى نموذجين، تبطين الترع لأنه هذا مشروع ربما ما حدش عمله زي مصر، زي مصر بتعمله النهاردة، ده مشروع هيتكلف حوالي 80 مليار جنيه. مشروع تبطين الترع زي ما قال لنا امبارح سيادة الوزير دكتور محمد عبد العاطي هيتكلف لما تخلص حوالي 80 مليار جنيه. انت شوف حجم الانفاق الهائل عشان اقدر اوفر ميه او اقدر احافظ على ميه او اقدر اعاده استخدام المياه مره اخرى، مره واثنين وثلاثه. اتكلم على لو استمر الحال كان عندنا زي ما قال كده حوالي 51 مليون عندهم مشاكل في الاكل او في النظام الغذائي، الجوع. قال لك لو استمرنا على الحال ده خلال التسع سنوات لحد 2030 العدد هيرتفع من 51 مليون الى 75 مليون مواطن في العالم العربي. بيتكلم على 14 دولة عربية عندها ندرة في المية، عندها مشاكل في المية. 14 دولة عربية. العالم العربي عنده أزمة، أزمات جاية مش بتواجهنا احنا بس، تواجه العالم العربي بالكامل. طبعا مع دول عدد سكانها بيختلف بين دولة وأخرى، ولكن نتكلم في 14 دولة عربية عندها ندرة مشكلة في المية. في دول ما عندهاش مشاكل لانه ربما عدد السكان يعني مش كتير او يقدروا يوفروا حاجات معينه وبالتالي ما عندوش هذه المشكله اللي بنتكلم عليها او اللي هي موجوده عندنا اللي احنا حاسين بيها واللي الدوله بتحاول جاهده تعمل تبذل كل الجهد اللي عندها عشان اقدر اوفر ميه احتياجات للميه مش شرب بس، ميه لكل شيء. ده الدوله بتعمله النهارده، اوفر احتياجات الشعب المصري ال 100 مليون. تعالوا نتابع زميلنا أحمد بيومي تقرير من داخل أسبوع القاهرة للمياه، ثم فاصل وعود لحضراتكم. بمشاركة دولية رفيعة المستوى انطلق أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة وبحضور نخبة من الوزراء من دول العالم وكبار ممثلي المنظمات الدولية. الجلسة العامة تضمنت كلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن أزمة المياه أصبحت من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة من سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة.
الجلسة العامة أعقبها 4 جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن حالة المياه في المناطق القاحلة والتعاون في مجالات المياه والمناخ والتمويل بين التحديات والفرص والابتكار من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية. I think it's the fourth water week that is organized by Egypt in this manner. This fourth one is of crucial importance because it coincides with the new realization of climate change and its links to water scarcity and water availability and water security. So it is very timely and it is helping us to prepare and link water as a life-giving, life-essential commodity to the environmental agenda and climate change agenda that is before us. I do agree with those who say that water is probably the most valuable resource we have. It is not only life-giving, it also assures livelihoods, and all development de facto is depending on it. So the need to cooperate better, the need to avoid conflicts by cooperation, the need to place water on the international agenda and solidify our ability to cooperate. Well, I have heard a saying that Egypt forever was depending on the Nile and will forever depend on the Nile. So is Ethiopia. And that's the essence of using water resources equitably. مصر أكدت سعيها لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. مصر زي ما احنا سمعنا في الكلمات الافتتاحية تعتبر من أكثر الدول جفافا على مستوى العالم إن لم تكن أكثرها. مصر بتقع في منطقة بنسميها الهايبر أريد اللي هي منطقة يعني أكثر من صحراوية. مصر بتعتمد على أكثر من 97% من مواردها المائية بتأتي من نهر النيل، وده شيء أدعى إن احنا مدى الاهتمام الكبير بموضوع نهر النيل والموارد المائية، وأي بنايات أو أي ستراكشرز موجودة على نهر النيل ما يكونش لها دراسات كافية. ومن هنا جه الاهتمامنا إن احنا إزاي عايزين نرصد وبننظر إلى السد الأثيوبي ومدى مراحل التطور، لأن أنا لا أذكر يعني في أي تصريح من أي جهة سياسية في مصر إن في اعتراض على السد قد ما إن احنا محتاجين نعمل عملية كومبلمنتاريتي أو عملية توافقية أو عملية تكاملية ما بين مصر ودول حوض النيل، إن احنا كلنا بنستفيد. فكان لابد من وجود رغبة ونية إن احنا في الماكسمايزيشن وإحنا نعظم الاستفادة للموارد المائية، وده مش موجود، وده السبب إن احنا كنا بنحاول نعرف ايه هي الاسباب اللي خلف عدم التوافق ما هو معلن وما هو يتم رصده. انا لما اكون برصد ان انا لم يتم الملء الثاني واحنا عارفين ده لم يتم، ومع ذلك يكون في اعلانات رسميه ان تم الملء الثاني عند درجات معينه او عند كميات معينه، فده كان بيستدعي يعني احنا كباحثين محتاجين نعرف، محتاجين نسال ايه هو الاسباب الرئيسيه التي ادت الى عدم اكتمال الملء الثاني، واحنا نصر ان الملء الثاني لم يكتمل وان كميه المياه اللي موجوده حول السد يعني لم تتعدى 10 مليار، اقل من كده بكتير. It was really great. Our organization is participating in this big event. Not first time. We have actually started in 2019, and now I myself am coming here with my delegation. The first session was really great because we observed some video or address from some leaders of countries, and especially from His Excellency, the President of Egypt. Really, all the issues they're touching are so important, not only region-wise, this is all global issues. We understand that now when we talk about food security, we should never forget about water security. And water is one of the important resources which we have to manage, and we should not just spend all our time just talking, we have to do an action. And I think this event, which will last for 1 week, it is a very important gathering which will allow all participating delegation and the countries itself to understand what is the situation in now and how we can be more clever and to be effective in water resource management
utilization and saving the water. مورد المياه هو مورد الأساسي للحياة، وزي ما قال فخامة رئيس دولة المجر في مداخلته اليوم في الجلسة الافتتاحية، إنه إذا كان العام الماضي أو العقد الماضي هو عقد البترول والطاقة، فإن العقد القادم هو عقد المياه والموارد المائية. موارد المياه زي ما أنا تكلمت في الجلسة الافتتاحية تتوقف عليه كثير من الأهداف التنمية المستدامة. الهدف الأول القضاء على الفقر، الهدف الثاني القضاء على الجوع، الهدف السادس الموارد المائية، الهدف الصناعة، هدف الطاقة، هدف السياحة. كل الأهداف دي مترتبة على بعض، والمورد المائي له دور أساسي في تحقيق هذه الأهداف. شح الموارد المائية وتأخر بعض السياسات في الحفاظ على هذه الموارد المائية بأخرنا كثير في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المترقبة في 2030. بالتالي المؤتمر الأسبوع القاهرة للمياه حدث مهم جدا، وانتقل من كونه حدث وطني إلى حدث إقليمي ودولي. شفنا تضخم الحضور من دول أفريقية ومن الاتحاد الأوروبي ومن دول في أوروبا بتقود مبادرات دولية على موضوع المياه. تسعى مصر عبر استضافة أسبوع القاهرة للمياه إلى زيادة الزخم حول القضية الأهم في الشرق الأوسط وإفريقيا، النقاش الثري الذي يجري هنا والاجتماعات الثنائية والجلسات المغلقة وورش العمل تسعى جميعا إلى تبديل الأزمات إلى فرص سانحة وتجنب الصراع على المياه التي كانت وسوف تظل مرادفا للحياة. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي. في اليوم الثاني لزيارته لمصر، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما قام بزيارة إلى مجلس النواب، والتقى الدكتور حنفي جبال رئيس المجلس والنائب محمد أبو العين وكيل المجلس في مقر البرلمان المصري. وطبعا رحب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالسيد إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا، وأكد خلال هذا اللقاء اعتزاز مصر بعلاقاتها مع جمهورية ألبانيا الصديقة في ضوء الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة والممتدة بين البلدين. أكد رئيس مجلس النواب مستشار حنفي جبالي على ضرورة أن تكون تلك الزيارة، زيارة رئيس وزراء ألبانيا إلى مصر، نقطة تحول نحو شراكة تعاونية شاملة بين البلدين. أكد على تطلع لتعزيز التعاون البرلماني مع برلمان ألبانيا لما فيه صالح الشعبين المصري والألباني الصديقين. من جانبه وجه السيد إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال، وأكد على أن العلاقات بين البلدين تحمل قواسم وسمات تاريخية مشتركة، ومتطلعا لدفع تلك العلاقات إلى آفاق تتناسب مع تاريخها الممتد. ده زيارة رئيس وزراء ألبانيا الذي بدأ زيارة إلى مصر منذ أمس، التقى بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم عقد جلسة مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين، وأيضا لقاء اليوم في مجلس النواب. أيضا كان اليوم هناك لقاء استقبل وزير الداخلية السيد محمود توفيق السيد بليدار تشوشي وزير الداخلية في جمهورية ألبانيا الذي يزور القاهرة حاليا ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الألباني. خلال اللقاء استعرض سيد محمود توفيق مع نظيره وزير الداخلية الألباني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية في البلدين وأساليب دعمها. كما أعرب الوزير الألباني عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها في تخطي كافة المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية. وأشار وزير الداخلية الألباني إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية في عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام. من جانبه رحب وزير الداخلية السيد محمود توفيق بزيارة نظيره الألباني للقاهرة، وأشار إلى عمق علاقات الصداقة والمودة
التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والتي انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائي. وفي ذات السياق أكد سيد محمود توفيق على استعداد وزارة الداخلية لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها. الفيديو اللي هعرضه لحضراتكم بيبين لنا بعض المشاكل، حوادث. امبارح بالليل كده قال لك قطار صدم توك توك، اوريك التوك توك حصل ايه. السلوك البشري، السلوك الذي يجب مواجهته مننا كلنا. اولا ده سكة حديد قدامك اهو، وادي ده مزلقان في رود الفرج. ادي التوك توك، ارجع معلش يوسف معلش شوية بالفيديو ده لو سمعت، عشان الفيديو ده مهم، فيديو مهم وخطير جدا، مهم وخطير. ارجع للفيديو شوية، خلي التوك توك الاولاني. ايوة ادي توك توك واقف اهو قدام حضراتكم، توك توك واقف قدام المزلقان مقفول، شايفين ادي المزلقان مقفول اهو، يعني المزلقان ايه مش مفتوح. فالتوك توك وقف، عظيم جدا. جاء توك توك اخر وقف جنبه، نشوف التوك توك الاخر لما يجي يقف كمان جنب التوك توك الاولاني، عشان اوريكم بس اوريكم بس المشهد الكارثي. وصل التوك توك الاخر، وقف ايضا بجوار اخوه منتظرين ايه القطار يمر. وياتي القطار او جرار يعدي، زي ما حضراتكم شايفين المزلقان مقفول، مزلقان حضراتكم شايفين هو واضح جدا مقفول. هيعدي دلوقتي على طول ايه، ادي الجرار، عدى الجرار، عظيم جدا. الجرار يعدي والناس واقفة ملتزمة، بيعدي الجرار، المزلقان مقفول والناس واقفة منتظرة. يدوب الجرار قبل ما يخلص نزل ولد من التوك توك الاولاني قدام حضراتكم اهو، بيعمل ايه؟ هوري حضراتكم بيعمل ايه. ده سلوك اجرامي. فتح المزلقان، اقف هنا يوسف، ارجع معلش، ارجع ارجع معلش، ارجع 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 تاني، عشان انا بوري جريمة، بوري حضراتكم جريمة. ليس هو مسؤول انه يفتح المزلقان، اللي عمله ده جريمة. نزل من التوك توك بتاعه، الراجل مش منتظر، تعبان مش قادر يصبر خمس دقايق، نزل فتح المزلقان بايده قدامك اهو، بوريك المشهد المتصور، كاميرات في المنطقة دي صورت اللي في رود الفرج. فتح المزلقان، افتح يا سيد المزلقان، افتح. هل ده موظف السكة الحديد؟ لا، ده سائق توك توك رجع على التوك توك بتاعه. اقف هنا، اقف قبل ما التوك توك يعدي. هو ركب التوك توك بتاعه، التوك توك التاني ده لقى الجرار مشي، فقال لك ايه، نعدي بقى الطريق. نتيجة لايه؟ لانه فيه شخص ارتكب جريمة بفتح المزلقان، والمزلقان مدي اشارة محدش يعدي. ليه مدي اشارة؟ عشان اللي جاي، بص على اللي جاي، عدي عدي بس كده، اقف هنا اقف هنا، هناك قطارا يأتي. فالمزلقان مقفول وبيدي الإشارة بتاعته، السرينة بتاعته مقفول، بتاع التوك توك مصبرش، فتح المزلقان لوحده اللي هو المفترض مقفول، يفضل مقفول لحد القطر اللي جاي يعدي. فقرر التوك توك ده التاني اللي هو مستعجل قوي قوي، راح القطر شايله. القطر هنا حضرتك ما تقوليش غلطان، اللي غلطان هنا المجرم المتهم الاولاني اللي قام برفع الإشارة أو المزلقان، فتح المزلقان وهو غير مختص. ده أمر النيابة أكيد هتحقق، معرفش اتقبض عليه ولا لسه، ده لازم يجي ويروح النيابة. ارتكب جريمة، لأن أنت لما تسيب الحاجات دي هتزيد، أنت مش مسؤول تفتح المزلقان. لما أنا بتكلم على الجريمة اللي قدام، لأنه جريمة، عمل حادثة والقطر شال اللي قدامه، التوك توك اللي قدامه زي ما حد شايف كده.
الاثنين غلطة. ايوه بس اللي غلطان الرقم واحد مين؟ اللي هو نزل من توك توك فتح المزلقان والمزلقان مغلق، والمزلقان مدي اشارة اغلاق انه في قطر جاي. طبعا هو نزل فتح وما بصش في قطر جاي ولا مش جاي، هو يهمه عايزين يعدوا. يعدوا ازاي والتمن ايه مش مهم. يجي يقول لك القطر، القطر هنا غير مسؤول لانه ما يقدرش يمسك فرامل في مسافة متر. ده لو كان ماشي على كيلو ما يقدرش. القطر ده عشان يقف ياخد، وبعدين هو ايه اللي باين له انه قدامه توك توك؟ ايه اللي بينه المزقان مقفول؟ هو عنده السيمافور الاشاره اللي قدامه مغلق، عدي مغلق. ما ادالوش والله انه في واحد نزل غير مسؤول يفتح المزقان بايده وتحصل هذه الحادثه. الحمد لله انه ما عندناش خسائر كتير. يعني لو في ميكروباص ولا في مش عارف ايه كان بقى عندك مشكله كبيره. نتيجه لايه؟ انه في شخص ارتكب جريمه انه نزل فتح المزلقان وهو غير معني بهذا الامر، والمزلقان مقفول. لانه هو طبعا قال لك الجرار عدى فيلا نعدي بسرعه. التاني لبس في القطر زي ما حضرتك شايف كده. شالوا القطر. القطر القطر مشي خلاص، شالوا وعدى القطر مشي، القطر ما وقفش عدى. لكن المسؤول مين هو؟ طبعا دلوقتي كله بيدور التوك توك حصل له ايه. التوك توك غلطان، الاثنين غلطانين، ده وده الاثنين غلطانين. وانت بتعدي مش تبص، وانت شايف القطر بيعدي، انت شايف القطر بيعدي ما تصبر. انت وقفت في نص السكه الحديد، وقف في نص خط السكه الحديد، ارجع. يعني لو كان صبر ثانية او عدى، لو جري بسرعة ما كانش القطر لحقه، كان نجا. يعني لو كمل الاخر، لو كمل كده على طول ما وقفش. هو وقف ليه؟ وقف شاف القطر جاي. الواد اللي فتح نازل وبص واقف يقول لك الحق الحق اهو، بص الواد بيضرب كف في كف. لا يا اخويا، ده انت اللي ارتكبت الجريمة، ده انت لازم تتحاسب. عمال يضرب لك القطر، القطر هو القطر اللي فتح المزلقان ولا انت اللي فتحت المزلقان؟ ويضرب كف اكيد ما عملش حاجه. وانا بسال والله الولد ده يجي ويروح النيابه عشان يكون عبره يا جماعه، ما نسيبش الحاجات دي تعدي. الكلام ده بيتكرر، ما في حادث حصل. وحتى لو مش ما فيش حادث حصل، انه جريمه كمان يفتح مزلقان مش هو مش مختص بيه، عندك مسؤول عن المزلقان. لو كان المزلقان ده اتفتح والقطر جاي اقول لك وحاسب بتاع المزلقان وبتاع السكه الحديد واقعد اتكلم. لكن لا، المشهد اللي قدامي بيقول السكه الحديد كان ملتزم باحترام القانون واحترم الكلام. المزلقان مقفول اهو، شوف التاني اللي فتح اخر جرار معدى، بص نزل ركب، التاني جري عايز يعدي بسرعه، بص هنا لمح القطر جاي مش عارف لا يدخل قدام ولا ورا. ادي اهو ده المشهد. ينزل من يضرب كف في كف. يا سلام، كف في كف بعد ما انت ارتكبت جريمة، ما انت السبب. لو انت رفعتش المزلقان ما كانش حصل حاجة، ما كانش حصل اي شيء والله. لكن ده بيكرر. ايوه بيكرر وبيحصل. عشان كده بنعرض ده، عشان بنقول يا جماعة لازم حساب، ولازم الناس دي يتقبض عليها، اللي ارتكب الجريمة دي يتقبض عليه. خلينا نروح للكباش ونروح معابد الكرنك ونروح اللي بيتم في الكرنك. بيتم في الكرنك لانه عندنا الاحتفاليه اللي ان شاء الله اللي تكون يعني لسه ما تحددش موعدها، ولكن اعتقد انها خلال فتره قريبه ان شاء الله باذن الله، لسه ما تحددش يعني، ولكن نتوقع خلال فتره قريبه ان شاء الله. اللي بيحصل عندنا مجموعه صور بديعه اللي بيتم عندنا، ناس بتشتغل يا جماعه عشان المشهد اللي حصل في التحرير ونقل الملوك والملكات المومياوات بيحصل النهاردة في الأقصر، في الكرنك، في منطقة والكباش. الصور اللي قدامكم، الفيديوهات اللي قدامكم زي ما بقول كده، زي ما بقول لك ايه، فيديوهات مهمة عشان تشوفها. بص النقل اللي بيتم، الناس اللي بتشتغل، عملية الترميم اللي تمت، ايه اللي بيتم حاليا، ايه المشروع اللي بايادي مصريه خالصه اللي انا بحيي عليه كل العاملين في
قطاع الآثار والمجلس الأعلى للآثار, وفي المقدمة دكتور مصطفى وزير, ومعاك والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار, لأنه بقول لحضراتكم مشروع مهم ترميم الكباش اللي موجودة في الكرنك واللي شغالين عليها ربما بقالهم عدة شهور وشغالين عشان نصل النهاردة للمشهد اللي حضراتكم بتشوفوه. دكتور مصطفى وزير, مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ أحمد. ماذا يجري في الكرنك؟ ماذا يجري في عملية ترميم الكباش؟ تفضل يا فندم. لو اتكلمنا على الأقصر كلها, الأقصر في عرس فيها بضع أشهر, دولة رئيس الوزراء بيباشر تماما كل خطوة بتتم في الأقصر حاليا على مدار الساعة, أعمال ترميم غير مسبوقة في معابد الكرنك, إزالة اتساخات وتكلسات وعوامل تعرية منذ أكثر من مئات السنوات, ظهور نقوش وألوان لأول مرة قدرت تبهر كل زوار الكرنك اللي شافوا المعبد كما تركه المصري القديم لنا من آلاف السنوات. بعد البيلون الأولاني يا أستاذ أحمد في معابد الكرنك, في صفين من الكباش, صف على إيد الزائر على اليمين, بدأنا في مشروع الإنقاذ السنة اللي فاتت, 29 تمثال كانوا في حالة سيئة جدا, اترمموا من 60 سنة ترميم إلى حد ما كان خاطئا, بالأسمنت الأسود, بالجير, بالكبس, بالطوب الأحمر, كانت عملية صعبة جدا وكله موثق الحمد لله. إمتى حصل ده؟ ده الكلام ده كان الصف اللي على إيدنا اليمين ده السنة اللي فاتت, وتم الانتهاء منه, وجه الدكتور خالد العناني وافتتح هذا الجزء من 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 صف الكباش, ويوميها دي أعلن قال لا كمان الصف الشمالي لازم تبدأوا فيه فورا, وبالفعل بدأنا. خدت الفترة تقريبا سنة كاملة, يعني أقدروا لأول امبارح ولله الحمد, ولله الحمد تم الانتهاء منه تماما من 19 تمثال, ترميم دقيق غير عادي, كلهم المرممين والمرممات التابعة لوزارة السياحة والآثار, اتعملت مصاطب, اتعزلت الأرضية عشان عشان الرطوبة والأملاح والتكلسات وإلى آخره, وتم ثاني مشروع إنقاذ للصف الشمالي داخل معابد الكرنك, عملية دقيقة رائعة هيتغنى بها العالم أجمع في إنقاذ هذه التماثيل اللي كانت أقسم بالله كادت أن تصبح بودرة, حجر رملي بودرة ما يتحملش, طبعا حجر رملي لا يتحمل الأسمنت الأسود والأبيض والجبس. مين اللي عمل الأسمنت الأسود والأبيض والجبس؟ مين؟ ترميمات قديمة من 60 سنة, من سنة 1900 يعني نقول ستينات القرن الماضي. يمكن هم معذورين في الوقت ده, ما كانش عندهم المواد الحديثة العالمية. احنا بنستخدم دلوقتي الاي سي سيليكات, واللي سمعنا من الاثريين والمرممين فاهمين المادة دي قد ايه مادة قوية ومادة غنية ومادة غالية ومادة محترمة جدا للحبيبات الحجر الرملي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله, لنا الفخر ان احنا قمنا بانقاذ هذه التماثيل. الكل بيسني, كل زوار معابد الكرنك بيقفوا لالتقاط الصور التذكارية. الجماعة الصبانين الصعيدة رفعوها بطريقة حرفية. المرممين والمرممات استخدموا يا دكتور مصطفى في عملية الرفع, والقطعة وزنها كام اللي قدامنا دي؟ التمثال الكبش ده متوسط 8 طن. 8 طن؟ 8 طن. عندنا الونش بتاعنا بيتصبن بالطريقة الرائعة الحرفية, بيترفع بالشكل الجميل. يمكن قدام ستك على الصور مش شايف يعني, لو في عند ستك صور. نعم عندي صور وعندي فيديوهات. الجماعة الجلاليب المحترمين جدا ذو الخبرة الرائعة. وعلى فكرة أستاذ أحمد, دولة اللي ستك كنت قبل كده عملت في 2019 لقاء مع بعضهم, واللي كنت تناقشت معهم برضو ازاي لما كنا في الخبيئة باين بالضبط, ولما رفعوا ازاي اجزاء المسلات اللي كانت متكسرة في صان الحجر اللي بلغ وزنها مئات الاطنان, رفعوها بحرفية رائعة, وهم اللي عملوا ولله الحمد المسلات الشامخة اللي كانت متكسرة من اكتر من 1000 وشوية سنة. ده جزء اللي داخل معبد الكرنك. طب ماذا يجري في طريق ابو الهول او طريق الاحتفالات الكبرى؟ طب أو قبل طريق الاحتفالات, قدماء المصريين كانوا بيرفعوا الحاجات دي ازاي وبركبوها ازاي؟ كانت سيبيا, كانت سيبا, عملية السيبا اللي هو الخشب برمدات بتترفع على درافيل
وبنستخدمها برضو حكاية الدرافيل دي في الأماكن اللي ده صعب وصول الونش ليها. تستخدم بروافع وتستخدم بدرافيل وتستخدم بسيبة وبترفع بنفس الطريقة اللي استخدمها المصري القديم. طريق الاحتفالات إيه اللي بيتم فيه؟ هو الطريق اللي أبو الهول اسمه أبو الهول يربط ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر مسافة 2.7 كيلو. أعمال بدأت طبعا من 2007 لفتح هذا الطريق كما تركه لنا المصري القديم. توقف العمل بعد 2011 شوية. بدأنا في 2015 و16 وبدأنا في أعمال حفائل وأعمال ترميم لأكبر كم غير عادي للتماثيل أبو الهول المصطفى على الجنبين. الشركة المنظمة للحدث بتقوم بعملية بروفات حاليا. الاحتفالية زي ما أعلنها قبل كده معالي الوزير دكتور خالد العناني هي احتفالية مش خاصة بس بالكباش، خاصة بالأقصر كلها بمحافظة الأقصر بجمال الأقصر كأعظم مدينة أثرية سياحية في العالم بأهلها بالحناطير بالفلايت بالسوق الجميل بمصانع الألبصر بكل الأنشطة اللي موجودة فيها بمعابدها بمقابرها. والحمد لله الحمد لله الحمد لله قاطعين شوط كبير جدا 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 ويا رب ربنا وفقنا بإذن الله تعالى وبأهالينا كلنا في الأقصر اللي هيتعاونوا لإظهار هذا الحفل والمدينة الساحرة الجميلة في أبهى صورها. كما تم العمل على حفل موكب المومياوات الملكية بإذن الله تعالى أبهرنا العالم في 3/24/21 وبإذن الله تعالى هنبهر العالم في نوفمبر 2021 بهذا الحفل الذي يليق بمصر. يعني الاحتفالية دي في الشهر الجاي إن شاء الله نوفمبر إن شاء الله في شهر نوفمبر الشهر القادم ده بإذن الله تعالى هنبهر العالم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من جديد. ثق في الدولة المصرية نعم طبعا، ثق في القيادة السياسية طبعا، ثق في دولة رئيس الوزراء نعم، ثق في وزارة السياحة والآثار نعم، ثق في محافظة الأقصر وفي شعب الأقصر وفي الشعب المصري. إن شاء الله إن شاء الله هتبقى احتفالية رائعة بمشيئة الله تعالى. متوقع الاحتفالية تاخد وقت قد إيه؟ البروفات بتتم لحد دلوقتي تقريبا على قد إيه وقت؟ بدأنا من بضع أشهر مجهود غير عادي شغل راقي جدا، اشتراك شباب وشابات من وزارة الشباب والرياضة ومن الجامعات المختلفة، جامعة جنوب الوادي وجامعات الأقصر. لا حاجة مبهرة بإذن الله تعالى. أستاذ أحمد كرنفال كرنفال طبعا أنا أعتقد أنه زي ما سألتك تابعت خطوة بخطوة موقف المواد الملكية نعم، وهتتابع هذا العرس نعم، وهذا الاحتفال الراقي جدا جدا جدا. احنا بنتكلم على محافظة الأقصر بكل ما هو جميل في هذه المدينة. عدد مشاركين تقريبا قد ايه في الاحتفالية؟ ده كتير جدا، احنا يعني بنتكلم على يعني عدد من الشباب تعدى حاجز 1000 واحد كله بيشارك في بروفات رائعة. ناس ملتزمة جدا، أكثر من 90% من شبابنا بتوع الأقصر التزام غير عادي، احترام. الكل في انتظار اليوم الجميل، الكل بيساعد والكل بيساهم. شكر لوزارة الداخلية على كل المساعدات اللي بتقدمها لإبراز هذا الحفل الرائع. شكر للهيئة الهندسية والقوات المسلحة على أعمال التطوير اللي بتحصل في المدينة كلها، دهانات العماير كلها بلون موحد، التطوير اللي بيحصل في الطرق وفي الأرصفة وفي البلدورات وفي الإنارة وفي الكورنيش. لا 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 أنهي عماير لونها بقى موحد زي التحرير كده بالضبط يا فندم. بالضبط ده اللي بيحصل وبيحصل وشبه تمام. التفنيشات الأخيرة، الزراعات الجميلة، النخل المضيء. معالي الوزير وأنا كنا من يومين في الأقصر بنبص على التجهيزات القبلة النهائية لهذا العرس الجميل. كان في توجيهات للدكتور خالد العناني بشكل واضح وصريح لكل الأجهزة المعنية. كان في اجتماع رائع، كنا بنتكلم على التنسيقات الجميلة، النخل وإضاءاته ونزود إضاءة هنا وهنا وهنا وهنا. إدى توجيهات الدكتور خالد العناني بشكل جميل جدا لكل زمايلنا الأثريين في الأقصر، سواء كان في معبد الكرنك أو معبد الأقصر أو المسؤولين عن طريق الكباش.
الكل بيشتغل على مدار الساعة عارفين إنه الاحتفال ده لينا للأقصر لينا لأهالينا لينا الأقصر. للأسف يعني طبعا كورونا ومش كورونا والكلام ده كله يعني كان كمدينة تعتمد على دخلها الرئيسي للسياحة حاجة مهمة للأقصر والأهل الأقصر. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتبقى حاجة جميلة بإذن الله تعالى. دكتور مصطفى وزير بشكرك شكرا جزيلا. النهاردة محكمة القضاء الإداري كانت أصدرت حكم بعودة مجلس مرتضى منصور إلى نادي الزمالك. مجلس كان حصل حل المجلس النهاردة قضى لك لا يعود المجلس مرة أخرى. كان في تصريحات هي الأولى للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة النهاردة مساء حول اللي هتعمله وزارة الشباب والرياضة في هذا أمام هذا الحكم اللي هيتم. ده كان أول رد من الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة عن الحكم الصادر بشأن مجلس مرتضى منصور. نتابع ماذا قال الدكتور أشرف صبحي عندما سئل اليوم. بصوا يا جماعة احنا هنلتزم بحاجة واحدة بس في الموضوع دوت. احنا كجهة حكومية اكيد هنلتزم بالقرارات القانونية واحكام القانونية هنلتزم بيها جدا. وفي نفس الوقت يعني مفيش قرارات تنفيذية لكن احنا بنشوف ايه اللي ممكن يتبعه للإجراءات التنفيذية. لكن المجمل العام يعني النادي موجود، الفرق موجودة، اللجنة موجودة. تعالوا يا فندم. كل الإجراءات القانونية في لجنة استشارية موجودة هتشوف إيه اللي ما ينبغي أن يكون هيتعمل. كنتم يا فندم تحدثتم في لقاء سابق مع صدى البلد عن مخالفات مالية وهيتم رفع ده للنيابة العامة، إيه الموقف دلوقتي؟ إحنا دورنا خلص برفع هذه الموضوعات إلى النيابة العامة. وعملنا كل ما ينبغي أن يكون لكن احترامنا للقضاء ده الشق الأساسي اللي احنا موجودين فيه كجهة حكومية. شكرا. احنا طبعا كل الأندية والهيئات مرتبطة بالانتخابات واحنا خلاص فترة إطلاق العملية الانتخابية يعني ما فيش قلق يعني. رسالة فندم الجمهور للزمالك بشكل عام. يعني أنا عايز أقول إن احنا بقدر المستطاع بقدر الإمكان لازم يعني هنكون حريصين على يعني ما بحصلش مشاكل يعني إن شاء الله يعني. شكرا يا جماعة متشكرين. ده كانت تصريحات الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة. تفتكروا اسم جديد العاصمة يعني إيه الاسم الأفضل؟ النهاردة المتحدث العسكري أعلن على طرح أو تنظيم مسابقة لاختيار اسم وجملة دعائية وتصميم شعار وهوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة. إنه الهيئة الإدارية للقوات المسلحة استفادة من إبداعات أبناء الشعب المصري في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها في إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيم مسابقة يشارك فيها كافة أبناء الشعب المصري العظيم للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، كما تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات على أن يتم المشاركة من خلال موقع إلكتروني. وإنهم يعني آخر موعد هيكون يوم 18 نوفمبر القادم. يبقى مهم المشاركة، الناس تشارك يعني اقترحوا أسماء أفكار. يعني احنا عندنا مبدعين كتير جدا نقدر نختار اسم العاصمة. العاصمة عايزين اسم، ايه تفتكروا ايه اسم العاصمة؟ ايه الاسم اللي يعني كل واحد منكم يقترح اسم للعاصمة والشعار للعاصمة. المبدعين والناس طبعا كل الناس والعلماء والخبراء والشباب والشابات واي حد عنده افكار ابداع كده واحنا عندنا مبدعين بسم الله ما شاء الله اختاروا واقترحوا الاسم. يعني الاسم هيكون من الشعب، اسم العاصمة من حضراتكم واحد منكم. وعملت هذه المسابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عشان اشراك جموع الشعب المصري. ادينا اهو ما بقاش الدولة اللي بتختار، اللي بيختار مين؟ احنا. اطرح شعار، اطرح اسم، قول جملة جمل واضحة
زي ما بنقول كده لبلدك للعاصمة الجديدة. وبالتالي انه هذا الامر كمان مطروح للشعب المصري، كل واحد يجد اسم او يفتكر ان الاسم ده هو الافضل لو سمحته، وطبعا هيكون مؤكد هيكون فيه جائزة كبيرة. اولا جائزة كبيرة اكيد هيكون فيه، طبعا ما تمش الاعلان، ولكن بقول انه من ضمن مسابقات اكيد هيبقى فيه جائزة لافضل شعار، لافضل اسم اللي هيتم اختياره يبقى هو ده الاسم الصح، عاصمة بلدنا، العاصمة الادارية الجديدة. تفتكر المدينة الجديدة اللي بنتكلم عليها ايه اسمها الافضل؟ ايه اللي في اطار الدولة وحرصها مدينة مدن الذكية الجيل الرابع؟ تفتكر ايه حضرتك؟ تفتكروا ايه حضراتكم؟ ابدعوا، الدولة بتقول لكم لو سمحتوا ابدعوا، هي الهندسية بتقول لكم ابدعوا، يلا يا شباب، يلا ولادنا وبناتنا وحبيبنا، اي حد موجود واساتذه علماء اللي يقدر يعني اللي عنده يختار اسم او يرشح اسم، اقعدوا كده فكروا، هيطلع اسم من عندكم مش هيطلع من حتة اخرى، من عندنا، من ولادنا، من شبابنا، من علمائنا، من الاساتذة، من الناس اللي عندهم خبرة في هذا المجال يقدروا يشوفوا. خلي بالكم العالم كله لما بيختار بيتعمل كده، انه مش انا اللي بفرض عليك، لا مش انا اللي هفرض عليك، الدولة مش هتفرض عليك اسم ولا هتفرض عليك شعار، الدولة وهل الهندسية ممثلة باعتبارها اللي بتنفذ او مشرفة على التنفيذ بتقول لكم اتفضلوا لو سمحتوا، شركاء، كلنا شركاء عشان نختار اسم لواحدة من اهم المدن اللي عندنا، المدن الجديدة، العاصمة الجديدة. ادخلوا اشتركوا معانا، ادخلوا معانا، يلا محتاجين الهوية البصرية للعاصمة. ممكن تبقى ازاي؟ زي ما عملنا هوية بصرية النهاردة في الاقصر، بيتعمل النهاردة لإسكندرية، بيتعمل لباقي محافظات الجمهورية، فنختار هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة كمان، يبقى عندك كمان هوية ليها، يبقى لما تشوف ده يبقى هي دي العاصمة. شكل الكلمة اللي بتتكتب، الاسم بيتكتب، التناول، حتى الشوارع، حتى العلامات اللي هي بتوصلك، العلامات المرورية، يبقى لما تبص على ده يبقى انت رايح العاصمة، ده العلامة بتاعت العاصمة الإدارية الجديدة. في مدن عاملة حاجات كده، انه تشوف دي بتاعت كذا، المدينة الفلانية، العاصمة الفلانية، الحتة الفلانية، في حاجات كده معروف مجرد تشوف الشعار بتاعها او اللوجو بتاعها هو ده بتاع الحتة الفلانية اللي قدامنا، هي دي. فاشتغلوا على ده لانه كمان بتساعدوا بلدكم ويكون كمان حاجة تليق بمصر. طبعا الجميع يتسابق والجميع يشارك، وده امر مفتوح للناس كلها، لكل الشعب المصري يبادر، يشارك، يساهم، يقدم إبداعه، يقدم ابتكاره، يقدم يعني أفكاره، ساعد بلدك لاختيار أفضل اسم للعاصمة الجديدة وتصميم شعار للعاصمة الإدارية الجديدة. اشتغلوا أرجوكوا، فده كمان الباب مفتوح حتى يوم 18 نوفمبر القادم، من الآن حتى 18 نوفمبر القادم الباب مفتوح أمام الجميع، اختيار اسم، جملة، تصميم، شعار، هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، شاركوا في هذا الأمر عشان نقدر يتم أيضا اختيار الأفضل، ومن جانب المبدعين، من جانب الشعب المصري العظيم. امبارح كنا طرحنا سلمى، وأنا بشكر كل الناس اللي سرعت واللي بدرت واللي شاركت، وقضية سلمى وعيلتها وولادها، السيدة الفاضلة اللي اتكلمت على إنها تتحمل، تواصلت مع السيدة سلمى، عندها بنت في ثالثة ابتدائي وعندها بنت كمان ثلاث سنوات، في ولدين أو اتنين خرجوا تقريبا من التعليم، ولكن البنتين اللي هم معاها بكرة هيتم دفع مصاريف الحضانة في مدرسة في أرض اللوة، هيتم دفع المصاريف بتاعة جنى اللي في ثالثة ابتدائي، هيتم دفع غدا إن شاء الله، وهتجينا الإيصالات، وأيضا الحضانة بتاعة البنت اللي هي عمرها تقريبا ثلاث سنوات، هيتم دفع أيضا مصروف حضانة البنت اللي عمرها ثلاث سنوات ومصروف جنى اللي عمرها في ثالثة ابتدائي، هيتم دفع مصاريفها إن شاء الله في المدرسة وترجع المدرسة، إن هي مش عايزين يسلموها الكتب. تواصلت معايا احدى سفارات الدول العربية ايضا، وهيقولوا لنا هيعملوا ايه كمان عشان ايضا يقدروا يساعدوا سلمى. ايضا مجلس الوزراء من خلال منظومة مجلس الوزراء وتلقي الشكاوى، وطبعا
بشكر الدكتور طارق الرفاعي المسؤول عن منظومة شكاوى في مجلس الوزراء، بعتوا لنا رسالة مطولة وأنا بشكرهم أنه بشأن مناشدة امبارح وتضرر المواطنة سلمى المقيمة في أرض اللواء في الجيزة بسبب سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن وانخفاض قيمة المساعدة الضمانية التي تصرف لزوجها. من خلال التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي تم تكليف فريق التدخل السريع اللي قدام حضراتكم، التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بفحص الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة. تم تشكيل فريق عمل ضم عضو الإدارة الاجتماعية بالعجوزة وأحد أعضاء فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن. بحث ودراسة الموضوع تبين تواضع حالة مسكن المواطنة ومواجهة الأسرة لبعض التحديات والظروف المعيشية الصعبة، وعليه تقرر صرف مساعدة عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية الصحة أو مديرية آسف التضامن الاجتماعي بالجيزة لمدة عام. يبقى هنا بعد ما بحثوا الحالة وشافوا القرار صرف مساعدة لمدة سنة تصرف فور استكمال المساندات اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لترميم المنزل. تم إدراج المواطنة ضمن المستفيدين من المساعدات العينية والمالية شهريا من إحدى الجمعيات الخيرية مشكورين. وفي ذات الوقت تم التنسيق مع الإدارة المركزية للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للزوج، علما بأن الزوج يتقاضى معاش كرامة فئة عجز ساري الصرف، كما أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إدراج الأسرة ضمن المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط اللي هو تكافل، وأنه هذا التحرك بيأتي تنفيذا تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تقديم الاستجابات المناسبة للشكاوى واستغاثات المواطنين التي تتلقاها وترصدها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، اتساقا مع جهود الدولة والمبادرات الرئاسية التي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف شرائح المجتمع بصفة خاصة الأولى بالرعاية. بشكر مرة تانية الدكتور طارق الرفاعي ومنظومة الشكاوى الحكومية في مجلس الوزراء على سرعة التحرك، على سرعة الاستجابة، على تحركهم، على إفادة واتخاذ هذه القرارات ومساعدة هذه الأسرة ومساعدة سلمى. أيضا اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كل الناس تاني تواصلوا، كل الناس تحركوا، مشكورين جدا، ممتن جدا على سرعة تحركهم. وأكد أنه للأسف معاش الزوج تكافل وكرامة وليس معاش تأمينات، وبالتالي تحركت وزارة التضامن ومجلس وزراء منظومة الشكاوى تحركوا، أيضا السيدة المصرية الفاضلة تحركت أيضا لدفع مصاريف الجنة ثالثة ابتدائي، تسلم إن شاء الله كتب على طول وتكمل تعليمها بإذن الله تعالى، وهي متكفلة بمصاريف حتى التعليم الجامعي. البنت اللي في الحضانة كمان أيضا هيتم دفع مصاريف الحضانة، كله هيكون بكرة، ويكون عندنا كمان الإيصالات، وأنا طبعا إحنا عندنا ثقة كبيرة، ولكن تاني الناس كمان يحبوا يطمنوا أكتر، الإيصالات موجودة وهتبقى موجودة معانا بكرة. خلينا أيضا ويمكن القضية دي كمان بتفتح لنا ملف دايما بنتكلم عليه وملف السيد الرئيس بيتكلم عليه، ملف الأسر وعدد الأفراد وما عنديش دخل. تاني أسرة عدد أفرادها 4 أو 6 لأن هم 4 أفراد وزوج والزوجة 6. الوضع زي ما حكوا بتشوفوا كده من خلال اللي احنا بنقوله ومن خلال المتابعة ومن خلال الناس لما راحوا منظومة الشكاوى راحوا وبعتوا فرق تتابع وتستمع وتشوف البيت وتشوف الحكاية. الحكاية صعبة جدا، والأسرة يعني حالتها الإنسانية صعبة. طيب أنا دخلي بسيط جدا وعندي أعداد الأفراد في هذه الأسرة، فإحنا بندي كمان رسالة للناس نخلي بالنا يا جماعة، أنت عندك عدد أفراد كتير ما عندكش أي دخل، بيكون الوضع اللي إحنا بنشوفه النهاردة والناس بتلجأ لنا، لكن كمان طبعا الناس بتتحرك، ولكن في نفس الوقت إنه التحرك الناس الأمر إنساني بحت، مسألة إنسانية
تماما. أسرة وصلت أو صوتها وصل. هل ده في إطار أيضا الدولة؟ إحنا بنواجه النهارده بنتكلم على عدد سكان، وبنقول لو استمرنا على هذا الحال يبقى عندنا وضع صعب جدا بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة في كل شيء، مية وأكل وشرب وأرض وزراعة وكل حاجة، كل حاجة. ومحتاج قد إيه فلوس عشان أقدر يعني أوفر احتياجات الشعب واحتياجات ال 150 مليون وال 190 مليون؟ محتاج قد إيه؟ إذا إحنا النهاردة ويدوب الدنيا يعني أديكم شايفين، لو إحنا بنتكلم النهاردة عدد سكان محتاج قد إيه تنمية؟ محتاج قد إيه معدل نمو؟ معدل السكان الموجود ثلاث أضعاف اللي موجود النهاردة عشان أنا كمواطن أقدر النهاردة أبقى عايش كويس وحاسب اللي بيتعمل كل حاجة تبقى أصلاني. قادرين نعمل ده؟ مش قادرين نعمل ده. طب ده محتاج من إيه؟ ضبط النمو السكاني، ضبط المعدلات اللي إحنا موجودين فيها. بدل ما عندي 2.5 مليون يبقى عندي مليون وربع، مليون ونص. نقدر نعمل شوية، نتحرك في هذا الملف اللي إحنا دايما بنتكلم عليه وأنا بتكلم عليه كتير جدا جدا. مش عارفين نعمل حاجة، مش عارفين ومش قادرين. مسألة يعني صعب السيطرة، صعب السيطرة. ادي دلوقتي اهو ادي عدد سكان مصر النهاردة 102,526,491. القاهرة 10,078,000، الجيزة بعدها 9,297,000، الشرقية بعدها 7,775,000، سيناء اقل حاجة شمال سيناء 450,000. فاحنا النهاردة اديكم شايفين عدد سكاننا، احنا زدنا في 40 يوم 500,000، في 40 يوم اللي فاتوا 500,000 مواطن في 40 يوم. بزيد قد ايه يا جماعة؟ 2.5 مليون مواطن في السنة، اعداد كبيرة جدا. مش ممكن قدرة الدولة تتحمل الكلام ده. بنقعد نتكلم كتير ولكن محتاجين افعال على الارض. ايه الافعال على الارض؟ ان احنا يعني لازم يبقى فيه، لانه ده اهم تحدي بيواجه الدوله النهارده، تحدي السكان، الزياده السكانيه، الانفجار السكاني. عشرات السنين مش عارفين نعمل اي شيء في هذا الملف، وبنزيد وبنزيد وبنزيد، وفي الاخر نقول الحق. طيب ماشي بنلحق، وبعدين هتفضل لحد امتى نقول بنلحق؟ فانا بتكلم اسره اهي دخلها قد ايه؟ دخل الاسره دخل متواضع جدا. ست امبارح قالت لك الفلوس اللي خدتها رحت دفعتها فاتوره كهرباء. طب هتعيش ازاي بقى الشهر؟ وتاكل ازاي بقى الشهر؟ والولاد مش عارفه تدفع مصاريف مدرسه عشان ما فيش فلوس، فاولادها ما بيتعلموش عشان ما فيش دخل. ما دي الحاله اللي احنا ممكن بنلاقي اسر كده. من عليا دور انا كاب؟ ما عنديش. طب ما عنديش اخلف اربعه واخلف خمسه واخلف سته؟ ما عندي اخلف كام؟ واحد ولا اتنين كفايه؟ اذا انا ما عنديش بعد كده ايه؟ امد ايدي اروح اقول ادوني؟ بقى بتكلم على نموذج قدامنا، نموذج حي. ربنا يقدر ناس ويساعد. وبعدين لامتى؟ ما في ناس يقول لك هو انا مش عايز ضايق حد بصراحه، لكن لازم كل واحد يخلي باله. دايما نقول ايه؟ على قد دخلي بحدد اسرتي، مستقبل اسرتي، مستقبل بايد ربنا، ولكن انا كمان بيبقى لي دور. اذا انا اتجوزت وظروفي كذا، طيب خلفه تبقى كام؟ اربعه خمسه ولا واحد او اتنين بالكتير لو انا في هذا الظرف او هذه الظروف؟ كل واحد لازم ياخد باله ويعرف انه احنا بنتعب. ليه الناس بتتعب ولادها؟ وليه الناس اللي بتعمل كده بتخلي ولادها يعني مش عارفين يعيشوا عيشه كويسه؟ لما يبص على جاره ولا يشوف حد جنبه او حد قريب منه عنده وعنده وعنده وهو مش لاقي. ليه في بعض الاسر بتخلي ولادها تلجأ لامور يعيشهم عيشه مش كويسه؟ يعني هو محتاج الولد ولا البنت يعيش حاجه كويسه، اوفر له حاجته، يعرف ياكل كويس، يلبس كويس، يتعلم. هو ده. لو جرى لا قدر الله عنده مشكله صحيه اقدر اعالجه، مش يبقى كمان اروح ادور على كذا.
فأرجو كمان لازم نخلي بالنا ولازم نراعي ونعرف ظروف بيوتنا وظروف بلدنا. بلدنا المسألة اللي عاملاها النهاردة فوق التصور أي حد. عندنا دخلنا قد إيه؟ فلوسنا قد إيه؟ برغم كده بيتعمل وبيتعمل وبيتعمل كتير. نروح لزميلنا شمس الدين العربي تشوف النهاردة التموين والكميات اللي بيطرحوها من البيض نتيجة للأسعار اللي حصلت على مدار الأيام الماضية. ارتفاع سعر كبير جدا ما كانش مناسب للناس، كان في شكاوى كثيرة جدا. نشوف هذا التقرير ثم فاصل وعود لحضراتكم. نظرا لموجة الارتفاع في أسعار البيض والتي شهدتها الأسواق منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، شرعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن في طرح سلعة البيض وضخ كميات كبيرة منها بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة تصل إلى 49 جنيها للطبق بأقل من المعروض بالأسواق، وذلك من أجل مواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية. احنا بنتكلم عن طرح كبير جدا في البيض، وبنتكلم عن طرح كبير جدا كمان في السلع بصفة عامة، سواء كانت سلع جافة زي الشاي والسكر وغيره أو اللحوم أو الدواجن. ده اللي بيعمل توازن، وده الدور اللي الوزارة بتحاول إنها تعمله في الفترة ديت لتخفيف العبء عن المواطن، طبعا بتوجيهات القيادة السياسية وباعتبار المجمعات الاستهلاكية منتشرة بمحافظات الجمهورية، ده جنب السيارات المتجولة أو السيارات المتمركزة في الميادين الرئيسة زي ما انتم شايفين. طبعا سيارات القوات المسلحة وكمان سيارات الشرطة المدنية اللي هي موجودة في الميادين الرئيسة بالمحافظات. يعني احنا بنتكلم على منظومة تم اتباعها في السنوات السبع الأخيرة من أجل الوصول للمواطن بسلع مخفضة تصل إلى حوالي 30%. هو أنا آخر مرة كنت واخده ب 42 من قيمة شهر ونص أو شهرين. لا مش من هنا، من بره، من السوق بره. لا البره كان 56 الأسبوع اللي فات. 49.5 بان 49 بره. يعني بجيبها من محلاه ب 51.5، بجيبها من بره ب 54 و 55، فدي بتعتبر ارخص بتاع 5 جنيه يعني. ارخص بتاع 5 جنيه وكويس ان انتوا نزلتوا هنا. ده اقرب ليا. شري ما اعرفش من بره هو بكام الصراحه، بس انا بنتي كلمتني بتقول لي انا عايزه بيض، فده بره 60 جنيه. فده نازل ب 48 و 49 يا ماما. سيدي كرتونه، فجبت لها كرتونه. يعني طبعا في فرق كبير في السعر اللي هي بتقول عليه. يعني هي مبادره كويسه من وزاره التموين نظرا لغلاء البيض بره في السوق، والكرتونه حضرتك وصلت الايام اللي فاتت 55 و 56 جنيه، فدي مبادره كويسه جدا ان هي خلت الناس انها تحس ان في امل ان الاسعار هتنزل. دي حضرتك عامله 49 جنيه، وده سعر كويس مقارنه ببره زي ما قلت لك، بتوصل ل 56 وفي بعض الاحيان بتوصل 60. كورونا غيرت كتير حتى التجارة. بقى التجارة الإلكترونية النهاردة عليها إقبال كبير جدا. أي حد يقول لك بدل ما تروح وتعمل، يا سيدي ما تتصل، عندك أبليكيشن أو عندك تطبيق موجود، هو ده نزل التطبيق، هات كذا أو شوف كذا الحاجات اللي أنت عايزها. حتى في نظام لو أنا عايز سلع، لو أنا عندي محل بقالة كده محتاج سلع تجيلي، بقى النهاردة في تغير. وبقى في مصر من سنة، يمكن سنة في وقت كورونا، أزمة كورونا العام اللي فات، تم تأسيس شركة كابيتر أو منصة كابيتر. هذه منصة بتقول لك التسوق بمفهوم جديد للسوق في تجارة التجزئة. نعرف إيه التفاصيل من المهندس أحمد نوح رئيس تنفيذ العمليات بشركة كابيتر. أولا مساء الخير على حضرتك. خير على حضرتك أستاذ أحمد وعلى كل متابعينك الكرام في كل مكان. الاختيار الاسم والنظام اللي اشتغلتوا عليه، ايه المفهوم الجديد اللي انتوا بتقدموه للناس النهارده في السوق؟ هايل. احنا شركة كابيتر شركة تجارة الكترونية، بنقدم مفهوم جديد في السوق. هو عبارة عن تطبيق الكتروني متاح على هواتف الاندرويد بشكل مجاني تماما. التطبيق ده بيقدر يستخدمه الاف من التجار المواد الغذائية ومنظفات السوبر ماركت، الكشك، البقال، المقلة، العطارة، القهوة، محل المنظفات وخلافه.
بيفتحوا التطبيق بينزلوه ببلاش، اول ما بيخلصوا التسجيل بيخشوا يلاقوا كل المنتجات اللي هم بيحتاجوها متوفرة على التطبيق بأسعار منافسة جدا، عروضهم واضحة وخصومات وكل حاجة متاحة على التطبيق، بيطلبوا كل اللي هم محتاجينه في خلال 24 ساعة. تاني يوم بالظبط العربية بتاعت كابيتر بتوصل لحد عنده في المحل وبيستلم كل اللي طلبه بشكل مجاني تماما. طبعا حضرتك عارف ان اي مشروع تجاري او محل او بيبقى اهم حاجة عنده ان هو يحصل على اكتر عدد من المنتجات باقل اسعار، فده بيقدر يخليه ان هو يكسب اكتر، يعلي من ربحيته ويشتري كميات اكتر بشكل ارخص، فده اللي كانت تقدر توفره من خلال تطبيقها الالكتروني. لا حضرتك بتتعاملوا مع جملة ولا تجزئة ولا مع الاثنين؟ مع الاثنين يا فندم، احنا نتعامل مع السوق بشكل كامل. بنغطي حاليا 5 محافظات، القاهرة والجيزة واسكندرية والأليوبية والبحيرة، وبنتوسع في 5 محافظات أخرى بحيث احنا نغطي معظم جمهورية مصر العربية بإذن الله على آخر السنة الجاية. مين عندكم قد إيه دلوقتي الأعداد؟ والفكرة جات لكم إزاي؟ بسبب كورونا شجعتكم إنكم تشتغلوا على إطلاق هذه المنصة؟ مظبوط طبعا، لما حصلت كورونا في ناس كتيرة بدأت يحصل إغلاقات في المحلات، ده يحصل ظروف اتغيرت، فالتكنولوجيا طبعا كانت عامل أساسي ومهم جدا احنا اعتمدنا عليه، وبفضل الله في آلاف التجار شغالين دلوقتي، يعني فوق 60,000 تاجر بيستخدموا التطبيق بتاعنا بشكل مستمر، كلهم الحمد لله قدروا ينزلوه ويتعلموا التكنولوجيا و ويطوروا من حياتهم، وده بيديهم كل حاجه بشكل سهل جدا. بتدي له ايه مميزات؟ يعني لما يتعامل مع حضرتك بتدي له مميزات ايه؟ بندي له اول حاجه المنتجات كلها متوفره في مكان واحد، احنا عندنا الاف المنتجات متوفره، فبيقدر يشتري كل اللي هو محتاجه من تليفونه 24 ساعه، مش محتاج يستني من يعني شخص يعدي عليه، يقدر يطلب يوم الجمعه بالليل، يوم الخميس، اي وقت في الاسبوع. المنتجات دي كلها متوفرة بأسعار منافسة جدا جدا، لأن الحمد لله قاعدة العملاء بتاعتنا ضخمة وعندنا قاعدة لوجستيات ضخمة، بنقدر إن احنا نوفر المنتجات بأسعار منافسة جدا. الحاجة الأخيرة إن العروض والخصومات بتاعته تبقى متاحة بشكل متوفر وواضح من الأول، فبيقدر يكسب كل ده في جيبه بشكل واضح تماما. وطبعا خدمة التوصيل مجانية في خلال 24 ساعة بس، ده من ناحية. من الناحية التانية ان احنا بنقدم حلول دفع بالاجل بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبالشراكة مع بنوك مصرية وشركات تمويل متناهية الصغر وخلافه، بنقدر نقدم للتجار اللي بيشتغلوا معانا بشكل مستمر كرك ان هم يقدروا يكبروا من نفسهم ويشتروا بشكل اكتر، يوفروا راس مالهم، وبيقدروا يحصلوا على كل ده من خلال التطبيق. فطبعا بيكون بيشتري بالاجل او سواء بالاجل او كاش، في الحالتين بيوفر فلوس. شكرا مهندس احمد نوح رئيس تنفيذ العمليات بشركه كابيتر. نشوف تقرير ثم فاصل وعود لحضراتكم. شركه كابيتر بتقدم حلول ذكيه لاصحاب السوبر ماركت والاكشاك. تعالوا مع بعض نتعرف اكتر على الخدمات اللي بتقدمها الشركه للتجار، ونعرف كمان ايه المميزات اللي بتقدمها كابيتر. المندوب عدى عليا وعرض عليا الخدمات بتاعت الشركه ونزل لي الابلكيشن وبدات اتعامل معاه، لقيت ان الخدمه كويسه، خصومات، سرعه تلبيه الطلبات وتنزيلها بسرعه، بالاضافه ان هو بيعمل برده خصم شهري، يعني في خدمات كويسه. يعني المميزات ان بقى في منتجات اتوفرت ما كانتش مثلا بتبقى موجوده، بيبقى عنده منتجات زياده، بيبقى في الخصم كويس، يعني مثلا ممكن بجيب بضاعه بلاقي عندك خصم احسن او بسعر كويس، او فدي كويسه بالنسبه لي، بتزود معايا طبعا. بالنسبه لي انا مجمع الشركات كلها، ان انا اطلب وكمان ارخص من الشركات، يعني هو اسعاره ارخص من الشركات. من المندوب اللي هو عدى عليا ونزل لي الابلكيشن، مندوب كابيتال نفسه نزل لي الابلكيشن، ولما بصيت عليه في كذا شركه تانية نفس القصه عامله ابلكيشن، فلقينا ده مميز عن الشركات التانية، بس هي متخصصه في المواد الغذائيه والمنظفات، كل حاجه تهم البيت سواء نظافه ولا منظفات ولا مواد غذائيه، كل حاجه متوفره فيها. زودت البضاعه كده، عرفت اصناف جديده، يعني سهله برضو في التعامل، بدل ما اكلم في التليفون وكده بطلب مثلا عن طريق الابلكيشن وكده، بس مثلا البضاعه اللي بطلبها بلاقيها تاني يوم، بيبقى في مثلا معروف البضاعه هتيجي امتى. بس الخدمه اللي عملها لي كان في حاجات بتبقى ناقصه عندي، كنت بطلبها ابلكيشن بتجي لي تاني يوم،
فدي برضه وفرت عليا وقت ان انا انزل اجيب بضاعه من الناصر عندي. في اسعار كويسه عندهم، في تخفيضات كويسه بيعملوها. في برضه برنامج المحفظه اللي بنزله هنا، في قصر بينزل على المحفظه دوت، فده برضه مستفيد منه ماديا. سيف محمود على مسؤوليتي. أرجع مع حضراتكم مرة تانية. النهاردة كان في توقيع مذكرة تفاهم الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمكين الشباب في من المشاركة لإنجاز أهداف التنمية. نتابع هذا التقرير مع الزميل هاني النحاس، وفاصل أخير وعود لحضراتكم. احنا بيسعدنا جدا ان احنا نعمل هذا الاتفاق وهذه المذكره. زي ما ذكرت بالداخل، احنا وزاره الشباب والرياضه بتحقق مستهدفات الدوله المصريه، كمان رؤيه التعامل الشبابي والدعم الكبير جدا اللي بيلقاه الشباب المصري من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا للحكومه المصريه وادائها لخدمه القطاعات المختلفه المرتبطه بالشباب في اعداده وتاهيله والتنشئه، وده بيتاتى من خلال العديد من البرامج، وايضا من خلال اسس ومنشات وانشاءات. احنا كوزاره بنكون المودريتور او اللي بيدير هذا الموضوع، احيانا بننفذ المشروعات كوزاره، لكن الكثير عشان نصل الى المجموعات المختلفة من الأعداد الكبيرة اللي هي تصل إلى 65 مليون، يعني إحصاءات عندنا 40 مليون حتى 39 سنة، و 25 مليون تعليم ما قبل الجامعي، و 3 مليون 1/10 دخل على 2/10 في التعليم الجامعي. الحاجات دي كلها كاتيجوريز أو قطاعات، سواء في مراكز الشباب، في المدارس، في الجامعات، في الأحياء، لازم يكون لنا شراكات كثيرة جدا في اتجاهات مختلفة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد المشروعات الهامة جدا اللي الدولة المصرية جمعت فيها شباب على درجة عالية من التأهيل والتمكين، اللي بيها نكون سعداء جدا في المجالات الشبابية المختلفة، في مبادرات، في مشروعات، في ريادة أعمال، في تأهيل، في تمكين من خلال مؤسساتنا. بنؤكد دائما على الدور الفعال اللي بتقوم به وزارة الشباب في تفعيل كل او القسم الاخر في الرياضة وفي الشباب، الشباب والرياضة، في تفعيل كامل للمؤسسات الشبابية التابعة للوزارة. واحنا في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بنسعد اولا بهذا العمل التشاركي، وبنؤكد دائما على انه التنسيقية ككيان شبابي اثبت خلال الفترة الماضية انه بيمارس عمل سياسي منضبط، انه بما انه لديه قدرات عملية وعلمية لدى كوادره على بشكل واسع. واعتقد انه المذكرة التفاهم اليوم، احنا سريعا سيادة الوزير كنا احنا جوه وبدأنا في تشكيل اللجان اللي هتقوم بتفعيل كل بنود مذكرة التفاهم. هي تجربة في اعتقادي انها تجربة جديدة فيها شراكة بين المجتمع المدني وعلى رأسه طبعا وفي مقدمة الأحزاب السياسية، وبين وزارة الشباب اللي حقيقة اليوم هي بتؤكد مرة أخرى أنها بتفتح الباب واسعا أمام مشاركات شبابية ذات كمان طابع سياسي. بعض كان بيحط حواجز شوية على السياسة، النهاردة احنا عندنا جرأة في تناول السياسة، وأنه يكون وأن كل فكر يرفض التطرف والإرهاب هو سياسيا. اعتقد ان وزاره الشباب النهارده وحتى كثير جدا من الوزارات اللي عملنا معاها بروتوكولات او مذكرات تفاهم، اعتقد الدوله منفتحه على تمكين الشباب بشكل واسع. يعني بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله، صباح الف خير.